يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السيدات والسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم، وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. طبعا كلها ساعات بتفصلنا عن اليوم الموعود والمباراة المشهودة بكرة بإذن الرحمن. وبالمناسبة اللي من حضراتكم حابب يوجه رسالة للعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مباراة غدا، ده سؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقة النهاردة اللي إن شاء الله هتكون موجود، يعني مليانة مواضيع مهمة وأخبار مهمة، بالإضافة طبعا للقاءات اللي إن شاء الله تسعدوا معنا بيها. صباح العسل، صباح الجمال، صباح النصر. وخلينا نبدأ كده ونقول يعني يا أهلي واصل مشوارك، المجد في انتظارك، صباح الفل والنصر يا رب دايما علينا وعلى النادينا الجميل وعلى هذا الكيان اللي دايما بيسعدنا. النهاردة حلقة نهاية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، وزي ما كريم قال معانا أكيد أكتر من فقرة مهمة جدا، والضيوف هينورونا وهنتكلم في ملفات عديدة، فتابعونا إن شاء الله تكون حلقة موفقة. هنبدأ طبعا معاك يا كريم، وأكيد الحديث هيكون عن فريقنا والمونديال. طبعا يعني هو صباح أهلاوي جديد إن شاء الله، بكرة هيكون صباح كله أمل وتفاؤل، وعلى نهاية اليوم إن شاء الله كلنا نسعد بفوز النادي الأهلي بإذن الرحمن. الأهلي طبعا جاهز لضربة البداية في المونديال أمام الدحيل، وكلنا أمل وثقة في نجومنا بإذن الله إن هم يحققوا النصر. احنا اكيد خلينا برضو نرجع ونقول ان فريقنا اكيد جاهز. معسكر هنا بنتكلم مثالي، التزام وانضباط وتركيز، يعني على مدار الفتره اللي فاتت كنا متابعينهم خطوه بخطوه، وكانت قناه الاهلي حريصه ان هي تكون موجوده وتنقل الكواليس عن طريق مذيعينهم، ويعني موفد قناه الاهلي امير زميلنا العزيز هناك حريص ان هو يكون موجود معانا خطوه بخطوه ونطمن على الفريق والكواليس والتدريب وغيره. فاكيد ان شاء الله كده احنا بنتكلم ان هتكون منافسة شديدة بين اللاعبين عشان يبقى في حجز مكان أساسي في كمان التشكيل. وحابين نطمن حضراتكم لأن كان مبارح يا كريم تداولت صورة كده لبدر بنون وهو عنده إصابة في رجله. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قال إن المغربي بدر بنون مدافع الفريق تعرض لكدمة خفيفة في كاحل القدم ده خلال مشاركته في مران مبارح، وأوضح إن إصابة اللاعب خضعت لفحص طبي دقيق جدا وتبين منه إن إصابة الحمد لله خفيفه، وهيكون متواجد بشكل طبيعي في مران اليوم. الواحد بيتخض لما بيسمع اي اصابه، لا تقول الله 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 فالحمد لله رب العالمين، وان شاء الله يكون يعني على اتم الاستعداد للمشاركه بقوه في مباراه بكره باذن الرحمن. طبعا بنتمنى التوفيق للجميع. كمان لفت نظري جدا حاجه مهمه، يعني عظمه النادي الاهلي، لو حضراتكم سمعتوا او تابعتوا او قريتوا تصريح الحارس الالماني الكبير نوير حارس بايرن ميونخ اللي اتكلم عن النادي الاهلي كلام في منتهى الاهميه، وقال ايه؟ قال ان بايرن ميونخ لو واجه النادي الاهلي ستكون مواجهه صعبه، لان النادي الاهلي فريق كبير وبطل لافريقيا. صحيح، صحبة الأهلي على كل حال يعني خلينا نقول هي وصلة العالمية من زمان جدا، عشان كده برضو هنرجع نقول عشمنا أكيد كبير، نقدر نقدم نتائج رائعة جدا بقيادة أكيد باتسو موسيماني. نتكلم كمان عن عظمة الأهلي وإن هو بيشرف بالعمل مع كمان أو بيتشرف بالعمل مع أسطورة زي كابتن محمود الخطيب. فخلينا نقول يا رب بكرة ماتش مهم كلنا مستنيينه، ويمكن من قبل ما كمان البعثة تسافر، فربنا يوفقهم إن شاء الله. طيب تعالوا بقى نطمن ونتابع حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة في الفيديو اللي جاي ده، ونرجع نكمل كلامنا.
طيب ده فيما يتعلق بدرجات الحرارة، أما بقى بالنسبة لتفاصيل الطقس المتوقع على مدار الثلاث أيام اللي جاية إن شاء الله الويك أند، عشان لو في حد من حضراتكم برضو ناوي يسافر حتة بتاع عنده في دماغه خطط معينة هو وأسرته برضو يكون إيه عارف الجو هيكون عامل إزاي. دكتور محمود شاهين معانا على التليفون وهو مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. لغاية دلوقتي لسه برضو ما شفناش أي بشاير أجواء شتوية كما اعتدنا، ونهواد مش عارفه تطلع بالبلطو المنك من ساعتها. يا فندم نعمل ايه يا دكتور؟ هتصبر بس شويه يعني ان شاء الله بكره الانخفاض هيبقى ملحوظ. النهارده لسه 26 وممكن 27 كمان على القاهره، انما بكره هنلاقي 19 و20 فهيبقى انخفاض واضح. هيبقى فترات سطوع عشان الشمس هتقل، هيبقى في مطر بدري ان شاء الله من بدري، ويبقى في على القاهره مطر متوسط وغزير كمان بكره، فهتحس باجواء شتويه بكره ان شاء الله. هطلع المنك بكره كل محب الشتاء. طيب يعني نقدر طبعا صباح الفل على حضرتك يا دكتور في البدايه، وكده نقدر نقول ان الشتاء السنه دي عباره عن ايام بنشهد فيها ارتفاع وايام بنشهد فيها انخفاض، يعني ما فيش شتاء متكامل ثلاث شهور او اربع شهور، صح كده؟ لا طبعا لا، فعلا تقلبات جويه، فصل الشتاء فصل تقلبات جويه، بس حتى الان التقلبات مش عنيفه، التقلبات طبيعيه. شتاء يعني داخلين على شهرين اهو في الشتاء بداوا يقربوا يخلصوا، ولسه برضو الشتاء القوي ما ظهرش في القاهره او في معظم الجمهوريه. بس طبعا الشهر الثالث برضو بنشهد فيه حالات عنيفه، يعني شفنا حاله 12 مارس السنه اللي فاتت كان فاضل 10 ايام والشتاء ينتهي، واللي هم سميت اعلاميا بعاصفه التنين. يعني احنا بنتكلم في الشتاء من 10 ايام لاسبوعين، يعني ان شاء الله هيكون يعني احنا لسه قدامنا فتره طويله على ما الشتاء يخلص، واحنا بصدد عدم استقرار زي ما قلت لحضراتكم، وفرص الامطار على القاهره الخميس والجمعه بكره وبعده هتبقى امطار كويسه هتحسسنا فعلا الموضوع قوي. وتعتبر هي اقوى حاله في الشتاء لغايه دلوقتي وفي الخريف كمان. بس نرجع ونقول برضو يا دكتور ان يعني من الواضح كده ان مساله تغير المناخ يعني عملت شغل فيما يتعلق بخصائص كل فصل من الفصول الاربعه، يعني بقى الشتاء اكثر قسوه. هو لسه ده ما حصلش على الاقل الموسم ده، بس بقى الشتاء بشكل عام الكام سنه اللي فاتوا اكثر قسوه واكثر حده، والصيف بقى فرن بلدي مفتوح، يعني الاجواء اتغيرت عن المعتاد قبل كده. هي الاجواء العالم كله بيشتكي من الموضوع ده، يعني في ناس بدات تشوف ظواهر عنيفه، يعني احنا زي ما قلنا قبل كده كان ثلوج وطيبات بدايه الشتاء كان في ثلوج ومناطق طبعا. يعني مناطق ثلجيه بشكل كبير جدا في جنوب اوروبا وفي برضو المغرب والجزائر وتونس، يعني المناطق دي شهدت شتاء عنيف جدا السنه دي وثلوج، ولكن على النقيض مناطق ثانيه يعني ما تاثرتش بالشتاء او بقوه الشتاء زي ما كانت بتشوف السنين فاتت. فهو التغيرات المناخيه العالم كله تاثر بيها سواء بظواهر عنيفه او اختفاء بعض الظواهر العنيفه. تمام. عموما احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا لوجودك معانا، بتسعدنا دايما بالتواصل مع حضرتك، شكرا جزيلا. انا بس نفسي ما يبقاش الويكند هو اللي الجو فيه برد ويبقى الاسبوع، فاهم؟ عشان الويكند لو اي حد عايز يخرج، عارف احنا مفروض في الشتاء دايما بنبقى حابين نخرج في الشمس نقضي وقت حلو، العائلات كان نفسي يبقى العكس، بس اللي يجيبه ربنا كله كويس. الهواد او برضه فرصه للكلفات لمده يومين مش وحشين. طيب نروح بقى مع حضراتكم زي ما متعودين اكيد كل يوم واخبار النادي الاهلي وفرقه اكيد المختلفه والانشطه كمان. معانا النهارده مراسلتنا هنا ابو القاسم هتطلعنا على كل هذه التفاصيل، هي موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الخير عليكي، مصبح عليكي انا وكريم. يا صباح الخير عليكم يا نهواندو يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وكالعادة هنقل لكم آخر أخبار النادي. في البداية خلوني أبدأ بالأخبار الاجتماعية، والحقيقة لجنة الطفل حابة تعلن أنه تم تأجيل إيفنت عيد الشرطة وكمان أجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع. طبعا ده بسبب سوء الأحوال الجوية، هيتم تأجيل الإيفنت لمدة أسبوع ليكون يوم 12 فبراير، فكل الأعضاء اللي حابين طبعا يتواجدوا في الإيفنت تم تأجيله لمدة مدة
لمده اسبوع. كمان حابه اعلن انه مكتبه الاهلي بالشيخ زايد حابه تعلن عن بدء سيشن جديده لتعليم البيانو. السيشن هتكون كل حد وخميس بالمكتبه طبعا بفرع الشيخ زايد زي ما قلت الساعه 4 العصر، وهتكون تحت اشراف استاذه منى عادل. فكل الاعضاء اللي حابين يشتركوا في السيشن الجديد يا ريت يتجهوا لفرع الشيخ زايد لمزيد من الاستفسارات وكمان الحجز. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لاخر اخبار الفرق الرياضيه ونبدا بناشئين كره القدم. والحقيقه ان فريق 2006 قدر يفوز امس على فريق وادي دجله 3-1، ده طبعا ضمن الدوله ال14 والاخيره من بطوله الجمهوريه الدور الثاني، وبكده يكون تاهل الفريق للمرحله النهائيه. الحقيقه الاهلي كان مسيطر طوال المباراه، يعني يمكن الهدف الوحيد اللي احرزه فريق وادي دجله كان احرزه في الدقائق الاخيره من الوقت البدل الضائع. احرز الاهداف اللاعب احمد محمود، محمد احمد سعد، وكمان اللاعب عبد الرحمن هشام، وبكده يكون انهى النادي الاهلي مرحله المجموعات الحقيقه بالتصدر ترتيب الجدول ب 32 نقطه، يعني يمكن ما تهزمش في ولا مباراه، قدر يفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراتين فقط. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق فيما هو قادم، وان شاء الله يقدروا يحصلوا على بطوله الجمهوريه. خلونا دلوقتي بقى ننتقل للالعاب الاخرى ونبدا بلعبه كره اليد. والحقيقه ان شباب كره اليد مواليد 2000 قدروا يفوزوا امس على فريق الجزيره بنتيجه 21-15 طبعا ضمن منافسات بطوله الدوري المرتبط. الحقيقه الفريق الاهلي عمل مباراه كبيره جدا، يعني شباب كره اليد ادوا اداء رجولي طوال المباراه وقدروا طبعا يحسموا المباراه لصالحهم عن استحقاق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبه الكاراتيه. الحقيقه ان لاعبتنا جايانا فاروق بدات تدخل في معسكر مغلق بالاسكندريه استعدادا بقى لاولمبيكس المقرر ان تكون في طوكيو 2021 طبعا بعد تاجيلها بسبب فيروس كورونا. خليني اقول ان اللاعبه جايانا طبعا بطله عالم لسبع مرات، كمان اللاعبه الحقيقه عامله اداء عالي جدا في جميع البطولات اللي بتشارك فيها، وهي من المتوقع ان تحقق مركز، وان شاء الله بنتمنى لها طبعا كل التوفيق، وكالمعتاد تشرف مصر وكمان النادي الاهلي بالتاكيد. كمان حابه اقول ان فريق 9 سنوات بدا بقى الاستعدادات طبعا بعد تحديد بدء موعد بطوله الجمهوريه، من المقرر ان تقام في بدايه الشهر القادم شهر 3 باذن الله. الفريق بدا في الاستعدادات لان طبعا النادي الاهلي زي ما احنا متعودين دايما بيلعب على الالقاب والمزيد من البطولات. خلونا بقى ننتقل للعبه كره السله. الحقيقه ان سيدات كره السله بيواصلوا التدريبات النهارده استعدادا للمباراه القادمه. المباراه هتكون يوم الجمعه القادم طبعا امام فريق الصيد ضمن منافسات بطوله الدوري. بنتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله يقدروا يقتنصوا 3 نقاط جداد. دي اخبار الفرق الرياضيه وكمان اخبار داخل النادي، لكن الحقيقه قبل ما اختم كلامي حابه اتمنى كل التوفيق للفريق الاول لكره مباراه غدا امام فريق الدحيل. ان شاء الله تكون مباراه كبيره، وكالعاده النادي الاهلي يرفع اسم مصر وكمان القاره الافريقيه كلها. دي الاخبار داخل النادي الاهلي معاكم، لو حابين تسالوا عن اي حاجه العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. احنا بشكرك انا وكريم اكيد يا هنا، واكيد احنا كمان بنضم صوتنا لصوتك، وملايين الاهلاويه بيضموا صوتهم لصوتك، واكيد كلنا بنتمنى ان شاء الله التوفيق لفريقنا ويرجع منتصر باذن الله، ونرجع نقول تاني ونكرر معاك يا اهلي في الحلوه وفي المره. شكرا لك. طيب تعالوا بقى نروح على مقر جريده الشروق مع مراسلتنا وزميلتنا العزيزه روزان نصر، ونتابع معها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه. يا صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. قبل ما ندخل في جولة أخبارنا اليومية وتفصيلها، خليني أقول لكم على جدول مباريات النهاردة 4/3 فبراير. في الدوري المصري الإسماعيلي مع سموحة في تمام الساعة 7:30، انبي مع بيراميدز في الساعة 5:30 مساء، طلاع الجيش مع المقاولين العرب كمان في الساعة 5 مساء، ومصر المقصة مع الاتحاد السكندري في الساعة 2:30 ظهرا. أما في الدوري الإنجليزي ليفربول مع برايتون في الساعة 10:15 مساء، أستون فيلا مع ويست هام يونايتد كمان في الساعة 10:15 مساء، وليدز يونايتد مع إيفرتون في الساعة 9:30 مساء. من موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة ينتظر موافقة وزير الرياضة لاعتماد لائحة النظام الأساسي. تنتظر اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على لائحة النظام الأساسي للجبلاية، والتي تم إرسالها مؤخرا للوزارة بجانب اللجنة الأولمبية والفيفا. وفي حالة موافقة الوزارة سيتم تفعيل اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية، أما في حالة التأخير أو عدم الرد سيتسبب ذلك في مشكلة بشأن اللائحة قبل الانتخابات المقبلة.
من بوابة أخبار اليوم، خسارة تاريخية لساوثامبتون بعد تساعية مانشستر يونايتد. تعرض فريق ساوثامبتون لهزيمة تاريخية من مانشستر يونايتد لتكون ثاني أكبر خسارة تاريخية للفريق الموسم الثاني على التوالي، وأصبح ساوثامبتون أكثر فريق يتعرض لأكبر هزيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي. وحقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على ساوثامبتون بنتيجة 9-0 ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي. وأخيرا من جريدة الشروق، ليفربول يسعى لمواصلة صحوته في مواجهة برايتون، والسيتي للإبتعاد بالصدارة أمام بيرنلي. وتبدأ مباريات اليوم بلقاء يبدو سهلا مانشستر سيتي الساعي لتعزيز صدارته ضد بيرنلي، وقد يشهد عودة هدافه التاريخي الغائب مؤخرا بعد إصابته بفيروس كورونا، وقبل ذلك عن العديد من مباريات فريقه هذا الموسم. وحقق مانشستر سيتي رقما قياسيا من الانتصارات المتتالية بفوز في آخر 12 مباراة في مختلف المسابقات. طبعا تمنياتنا يعني لفريق الأهلي في مباراة الغد على الدحيل بالفوز، طبعا يعني كل التوفيق ليهم. ودي كانت أهم وأبرز الأخبار هنا من موقع جريدة الشروق. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة تانية. احنا اللي بنشكرك زميلتنا العزيزة روزان نصر، جزيل الشكر على وجودك معانا وعلى تغطيتك الجميلة لكل الأخبار والمستجدات صحفيا. بنشكرك شكرا جزيلا. طيب احنا هنروح لتقرير الفتنس، بس عايزة قبل ما نروح له افكر حضراتكم انا وكريم مرة تانية ان احنا عايزينكم توجهوا رسالة لفريقنا، ويعني الرسالة اللي انتوا عايزينها هناك دلوقتي قبل مواجهة الضحيل. الرسالة اللي حضراتكم حابين، حتى لو عايزين تنزلوا صورة ليكم يعني وتقولوا حاجة يعني براحتكم، فيديو صغير وتقولوا حاجة زي ما الرسالة حابين ان انتوا توجهوها يعني، واحنا ان شاء الله هنعرضها في نهاية الفقرة. طيب احنا هنروح دلوقتي للفتنس وتمارين جديدة مع كابتن سيمو محمود، هي مديرة جيم السيدات بالنادي الاهلي، ونرجع نكمل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل أعضاء النادي الأهلي ومشجعي ومحبي النادي الأهلي. النهاردة هنعمل سوفت إيروبكس، تمرينات سهلة نقدر نمارسها في البيت، ويعني هنبدأ مع بعض على طول. هو هيبقى بداية من الورم أب وندخل في الإكسرسايز على طول. يلا هنبدأ ماش. 1 2 3 4 5 6 7. هنعلي المارش. 2 3 4 5 6 7 8. وهتنفس مارش سايد. 1 2 3 4 5 6 7 8. هبدا احرك ايدي. 1 2 3 4 5 6. نفس معانا. And 8. هنبدل كمان 2 step side. 1 2 3 4 5. نفس 6 7. آخر مرة وتنفس. نرجع تاني مارش. 1 2 3 4 5 6 7 8. هفتح رجلي عن بعض باتساع كتفي، ايديا هتبقى جنبي، وهنزل سكوات. اهم حاجة تبقى الهيب لورا وركبتي ما تبقاش على قدام. 1 2 3. ما ننساش النفس. 4 5 6 7. وهنزل. 1 اتنفس. 2 3 4 5 6 7. Up back. 1 2 3 4. شغل ايدي معايا. 7 8 and up. 1 2
3 4 5 6 7 8 لقدام 1 2 3 4 5 6 7 8 هبدا تاني ارجع للسكوات هاف سكوات ايديا قدام وهعمل بانشز 1 2 3 4 نفس 5 7 8 9 أسرع البونش 1 2 3 4 5 6 7 زي ما احنا في السكوات وهروح سايد لونج داون سكوات 2 3 4 6 نفس 7 آخر مرة مارش نفس أضبط نفسي تاني عشان أقدر أكمل 1 2 3 4 5 6 7 تمرين مهم أوي للكالف أب 2 3 4 5 6 7 8 9 هاخد نفس عميق again وهبدا امين على السايد وابص على ايدي تجاه الزاويه بتاعتي الاسترتشنج مهم جدا بعد التمارين نفس الاتجاه وهميل عكس الزاوية بتاعتي الجنب التاني لتحت أب الجنب التاني ايديا فوق نفس جنب التاني يلا نفس عميق again وبكده يبقى قدمنا مجموعة صغيرة من التمرينات سهلة وبسيطة ونقدر نعملها في البيت واحنا قاعدين وربنا يحفظنا دايما من الكورونا وان شاء الله الفترة دي تعدي على خير
حضراتكم في اول فقره يعني حواريه معانا، وهي يعني لايت كده وهنغني فيها، بس هنغني مع موهبه غنائيه اهلاويه هي من كرار النادي الاهلي. خلينا نرحب بدوحة هاني. يا صباح الخير عليكي. صباح الفل عليكي، منورانا يا دوحة. بنور حضرتك والله، بنوركم. واحنا في الفاصل يا حضرات زملاء في الصوت طلبوا من دوحة ان هي تعمل لهم تيست على المايك، جت خبطانه واحد يا ليل ولا احلى ولا اجود ولا اروع، وده يخليني حابب ايه. بص انا مش هسال كتير، انا هسمع منك ليها، انا جاي اسمع بقى في الفقره دي. امين. لا منورانا يا دوحة طبعا، بس اكيد قبل اي حاجه الناس حابين اكيد يبقوا عارفين، واحنا حابين ان احنا نعرف عنك اكتر، ابتديتي امتى وعرفتي ازاي اصلا ان صوتك حلو؟ يعني انا فاكره واحنا صغيرين كانوا بيقولوا لنا غنوا عشان لو في حد عنده مننا موهبه ايام المدرسه يعني، بس ما حصلش بقى نصيب. خلينا نعرف منك. انا بدات يعني والدتي الله يرحمها هي اللي اكتشفت الموضوع ده، وانا كنت بغني في حفلات المدرسه وانا صغيره، وشوية شوية رحت اتدربت في الساقية، ساقية الصاوي، ومنها للأوبرا، وبعد كده بيت الغناء، وحاليا باخد برايفت بقى مع دكاترة متخصصين في الغناء يعني. وقرار النادي الأهلي، يعني كلمينا كده عن كواليس هذا القرار وأعضائه، ويعني فيهم نسبة شباب قد إيه وبنات قد إيه، وبتغنوا في حفلات في أي مناسبات بالتحديد؟ هي أساس كانت بتبقى طالعة من إدارة المكتبات تبع النادي الأهلي بقيادة الأستاذة حسام شوقي، كانت جمعتنا وابتدت تعرض يعني بوستر على الفيسبوك ان هي محتاجه ناس واصوات، فرحت اتقدمت هناك. وبالنسبه للاعمار هم معظمهم هناك اصغر سنا، يعتبر انا اكبر واحده فيهم، وفي ناس ممكن اكبر بس اكبر بقى بمراحل تانية. ففي المينيمم اللي احنا بنعمل حفلات بقى، احتفالات اكتوبر بقى، اعياد الطفوله، اخر حفله كانت موجوده عشان ليله راس السنه، فيعني حاولنا ان احنا نعمل كذا حفله. طبعا فتره الكورونا وقفتنا فتره، بس الحمد لله قدرنا نرجع تاني، والموضوع بصراحه مبهج جدا. بتبقى الكورال بتبقى نتجمع كل اسبوع نتدرب على اغاني، بيجي لنا موسيقيين وبنعمل جنرال وبنطلع بالحفله بقى سواء في الجزيره او في مدينه نصر. واصلا انت بتدرسي او بتشتغلي بجانب الغنى او انا الغنى بالنسبه لي موهبه، بس انا حابه ان انا يعني اتقنها، فابتديت ان انا يعني اركز فيها، واخدت كورسات في بيت الغناء العربي مع دكاتره كبار من معهد موسيقى العربيه، ويعني بصراحه هم اثروا معايا كتير ان انا اتحسن واوصل لمرحله احسن بكتير من كذا سنه فاتت. طبعا معهد موسيقى عربيه بنتكلم على اساتذه افاضل، وبنتكلم على غنى اصيل سواء كان غنى طربي او حتى الاغاني الاحدث نسبيا، بس بنتكلم على في تاسيس حلو. صح بالظبط، هم بيعرفونا يعني ايه غنى، بيعرفونا ازاي نتكلم، ازاي نقول، ازاي نطلع مخارج الالفاظ في الاغاني، ازاي نعلى في العالي والقرار والجواب، بنعرف ان احنا نوصل نفهم المقامات. بالمناسبه في مقام اسمه النهاوند، يعني اتكلم كتير فدي من المقامات الجميله اصلا، يعني الكلاسيك صح؟ كلاسيك هو يعتبر يعني حزين ولا لذيذ يعني؟ لا حنين كده، حنين وهادي. حزين ولا لذيذ ولا لذيذ؟ يعني هو صاخب ولا كيوت؟ لا لا هو كيوت جدا، وفي اغاني كتير قوي قوي يعني. في بقول لك ايه، يعني اولا احنا كده هنحتاج نسمع منك حاجه اكيد طبعا، وبعد كده في اي وقت انت عايزاه في خلال الفقره دي سمعينا حاجه من مقامنا هوانا. امينه والله انا بكلمك جد، فرصه حتى نتعرف على اختلافات المقامات الموسيقيه. طيب تمام ماشي مفيش مشكله، نبتدي بالنهاوند ولا نبتدي بالنهاوند؟ وطبعا معظم اغاني فيروز اصلا مقام نهاوند، فنبتدي بقى بما اننا كمان الصبح زي الفل. خلاص اوكي يلا نبدا. بنت الشلبيه عيونها لو زيها، بحبك من قلبي يا قلبي انت عيني، حبك من قلبي يا قلبي انت عيني، حد القناطر محبوبي ناطر كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا، كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا، بتطل بتلوح والقلب مجروح، ايام عالبال بتعن وتروح، ايام عالبال بتعن وتروح، تحت الرماني حبي حكاني سمعني غناني يا عيوني وتع
تغزل فيا. انا بحب الاغنيه دي جدا وعمري ما كنت عارفه انها مقام النهوان. مقام النهوان هو بالمناسبه هو في كام مقام موسيقي وايه الفروقات اللي بينهم؟ ولو ينفع ان شاء الله من خلال جمل يعني جمل موسيقيه بسيطه تعرفينا وتقول لنا مثلا كذا دي مقام كذا كذا ده مقام كذا. اوكي واحنا يعني علمينا البيزكس بتاع في الموسيقى. اوكي المقامات الاصليه عندنا في الغنى هي 8 مقامات. 8 مقامات في منهم الغربي والشرقي بس الاكتر احنا بنتعامل بما اننا في مصر بالشرقي. وكل حاجه هي منقسمه وكده كده بالسلم الموسيقي. طبعا السلم الموسيقي اللي هو الدو دو ماجير ده اللي هو المقام الاصلي بتاع الغنى اللي هو مقام العجم. فممكن اقوله مثلا اللي هو ايه اوكي اللي هو بيقول دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. ده السلم الموسيقي الرئيسي اللي احنا بنشتغل عليه في كل المقامات. بس بتختلف بقى فكره المقامات من الدرجات بتاعه الركوز. في مقام ببدا فيه من الدو، في مقام ببدا فيه من الري، في مقام ببدأ فيه من الصول، على حسب الطبقات وعلى حسب المقام. وفي حاجات بقى بيبقى فيها فرق اللي هي احنا عندنا اللي هو النص تون والربع تون اللي هي دي اللي بتفرق بقى مقام عن مقام وبتدي لكل مقام حلاوته احساسه ان احنا نوصل ليه. هو ممكن يا دوحة بجد والله يعني هل ممكن حد صوته مش حلو قوي بالتدريب يبقى صوته حلو؟ مش يبقى صوته حلو بس يعرف يؤدي صح. يعني مؤدي مش مطلب يبقى مؤدي ويعرف يعني. الطرب هي بتبقى يعني الاساس. هي ممكن يعرف يوصل بس احنا خلينا صراحه احنا كده كده في احنا في وقت دلوقتي في ناس كتير قوي طلعوا مؤدين اكتر منهم مغنيين صح بس صح. بيعرفوا لو قال وقفت على كده يعني خلينا نقول ان هي وقفت على كده ان احنا بنتكلم في الغنى. فيعني الغنى الصح هو فعلا الواحد لازم يبقى عارف المقامات، عارف يعني بيقول ايه، مش بيقول اي حاجه وخلاص او حافظ اي اغنيه وخلاص ماشي عليها كده. يعني الدراسه بتفرق كتير مع الواحد. انا لاحظت ده شخصيا لان انا كنت في الاول بغني عادي من غير ما اعرف اي حاجه، فغني بقى واجود مع نفسي طبعا. لا يعني في حاجات عرفتها لا ما ينفعش، لازم تحكم نفسك عشان ما تخرجش بره المقام. اغنيه بمقام معين ما ينفعش اخرج عنه. حلو جدا. طب انا عايز اسالك حاجه، يعني دايما الناس اللي هم المطربين اللي هم طرب الحقيقي بنحس ان هم دايما بيغنوا الحاجات الكلاسيك القديمه، فهماني؟ هل ممكن بسهوله تغني اغنيه مثلا، مش هقول مهرجانات طبعا خالص، انا بتكلم اغنيه مثلا شعبيه بطريقتك؟ اغنيه شعبيه بطريقتي ممكن طبعا ممكن صح؟ مش لازم الطرب ومقام معين يعني. هي ممكن لا الواحد ممكن طبعا يقدر يوصل لحاجه من الاغاني الشعبيه. في كلمات حلوه بيتعمل دلوقتي عليها لحن رايق شويه بالجزء الطربي. طب تقدري تغني لنا حاجه مش حاجه يعني لمطرب بقى عظيم او كبير او له تاريخ، اغاني جميله العاديه دلوقتي اغنيه قديمه يعني؟ لا حديثه بقى اغنيه حديثه شعبيه وعاديه يعني مش لازم طرب يعني. طيب انا ممكن اقول حاجه لعبد الرحمن محمد كان بيقولها اللي هي اغنيه مغرم. فيعني لو هي مش شعبي وبعدين ممكن نقول حاجه شعبي تمام نظبطها بالاغنيه الثانيه. يا لالا يا لالا يا ليلي يا عين ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي مغرم مغرم أنا بيك على طول وأنا صابر وصابر في هوايا دليلي ليل ورا ليل ولا دقت النوم شو كده في النص كده تسيبيني يا ربي. لا لا ينفع كده في النص انا اندمجت بقى وقعدت وسرحت بحاجات ينفع كده
لا بس جميل فعلا. ربنا يخلي حضرتك يا رب. يعني واحد مستخسر يسألها والله. لا ما اقولك على حاجه، ايه رايك حاجه للمونديال بقى؟ يعني بما ان الاهلي دلوقتي والمونديال، مفيش حاجه مجهزها لنا للاهلي؟ هو في اخر حفله احنا عملناها في النادي كنا عملنا ميدلي كده من اغاني للاهلي، فانا ماشي. ممكن اغني حته كده من اغنيه ايهاب توفيق. يا ريت. تمام. هو بيقول هو فيها ردود بس انا هحاول اقول الردود. طيب ماشي اوكي. تقولوا اهلي بتقولوا اهلي من اول الحلقه يعني يلا بينا نرفع ايدينا جايين نشجع الاهلي. ماشي اوكي تمام. يلا بينا نرفع ايدينا جايين نشجع الاهلي. فانيلا حمرا بنقولها كلمة ده نادي القرن الأهلي. وصل العالمية أهلي نادي مية مية أهلي. ده كلامه شوية أهلي. الأهلي ده فوق الجميع حاجة مش معقولة أهلي. قدمت بطولة أهلي حاجة مش بسهولة وكله بشهادة الجميع. شجع شجع قول من القلب الأهلي مبدع. شوف الله كله هيتقطع ومفيش صعب. الأهلي ده نادي البطولات. الأهلي الأهلي أحسن نادي. شوف جمهوره كمان مش عادي كله بيهتف كده وينادي. دايما بيعدي الأزمات أهلي أهلي. جميل. ايه رايك فينا كفريق كورونا لو نهوان؟ زي الفل. ماشي يعني والله معاك بقى في الحفلات اللي جايه. انا دمعت يعني اشرف لينا ده وجود حضراتكم كفايه بس. والله جميله يا دوحه وروحك حلوه كمان والله بجد بيبان على الناس. وخلينا نعرف منك اللي القادم يعني انت دلوقتي واصل طبعا حاجه عظيمه جدا يعني ده ليفل اي حد بيطمح ان هو يوصل له. بس حلمك بعد كده ايه؟ هل ان انا مثلا ابقى مطربه واعمل سي دي وابقى موجوده باستمرار يعني او يعني ان شاء الله لما الاوضاع تتحسن؟ ان شاء الله انا فعلا نفسي يعني اعمل حاجه. وبالنسبه للجانب طبعا حفلات الاوبرا وبيت الغناء العربي نفسي اعمل مثلا ممكن سنجل كذا اغنيه ابتدي اعمل كفرز انزلها على الانترنت. ليه لسه ما عملتيش ده؟ والله هو في حاجات كتير كانت وقفتني طبعا. فتره الكورونا اثرت عليا بشكل كبير ان اصلا حتى بعدت عن الغناء في فترتها. بس كان ممكن تعمل معاكي شغل عكسي ايجابي جدا اونلاين. حاولنا كده بس هو الدنيا كلها كانت مقفله وانا الامكانيات مثلا في البيت كاستوديو او كده طبعا الحاجات دي كانت مقفوله. فعشان اسجل كنت بسجل فيديوز في البيت وفعلا برفعها على اليوتيوب والفيسبوك. اصحابي بقى وقرايبي يقعدوا يبصوا عليها فيعني كانوا هم بيشجعوني اطلع لايف مثلا معاهم على الفيسبوك واطلب منهم اغاني يقولوا لي اغاني وانا اغنيها لهم. فده في حد ذاته كان بيساعدني شويه ان انا ايه ما بعيدش قوي يعني. بس الحمد لله ابتديت ارجع يعني وان شاء الله قريب كده اعمل حاجه اغنيه سنجل باذن الله بحضر فيها دلوقتي تتسجل وان شاء الله كده. ممكن غالبا مش هتتصور تصويري تبقى بس زي كفر فحضرها باذن الله وانزلها ان شاء الله على اليوتيوب يعني. وعندنا حفله قريب باذن الله في بيت الغناء العربي برضو لما رجعنا تاني في نص الشهر ان شاء الله كده على يوم 18 يعني محدد. كده كده هو بيت الغناء العربي هو في المعز شارع المعز قصر الامير بشتاك. فبيتعمل الله هناك الله المكان بيبقى مع تخت شرقي كده بقى والمجموعه المحيطه بيك دي في حد ذاتها فعلا هو المكان بصراحه مكان محترم جدا وعلي جدا جدا بصراحه. صحيح. والمكان والناس والحضور كل ده بيبقى يعني بيشجع الواحد ان هو اصلا يدي اكتر يعني. الاماكن اللي من النوع ده بيبقى لهم كمان جمهور معين يعني حقيقة. هم السميعه قوي محبي الاصاله فكره ان هم يبقوا موجودين في مكان زي شارع المعز. تراث تراث طبعا. ومعظم الاغاني هناك والدراسه هناك كانت من التراث فاللي هو يعني احنا بندرس موشحات واغاني قديمه عشان خاطر نقوي يعني نقوي الصوت. فده في حد ذاته بيفرق معانا كتير جدا يعني في الصوت طبعا. فان شاء الله كده انت معاكي دلوقتي ملايين من جمهور الاهلاويه فاحنا اكيد بنطلب من حضراتكم دعم لضحى ان انتوا تعملوا لها بقى صورتها تعملوا لها تويتس وات ايفر تشوفوا. بس دي بنت الاهلي ومن كورال النادي الاهلي فيا ريت برده يبقى اصبتي معاكي ملايين يعني. انت زعلانه ليه من فتره التوقف؟ لا 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 الكلام ده الاهلي دايما يعني جمهور الاهلي بيدعم. لا يتوقف الاهلي لا يتوقف. لا بالظبط الفتره اللي كان موجود فيها موشحات كلمة موشحات جوايا انا شبطت في الكلمة. خلاص ماشي يعني حتى ولو حاجة بسيطة. خلاص برضو ماشي. نعرف الناس بان ده نوع مستقل من الغنى وليه تاريخ طويل وعريض و... اكيد صح. حاجة اندلسي كده على مزاجك. خلاص ماشي. اوكي
هات أيها الساقي ودندن باسمها حي إملى المدام للندام حيث لا شيء إملى المدام للندام إملى المدام للندام إملى الملام إملى المدام إملى المدام للندام إملى المدام للندام إملى المدام للندام حيث لا شيء حسن تجلى يا ساقي أدر من مسك عطر ما للهوى زاي إملى لي ودر من مسك عطر ما للهوى زاي إملى المدام للندام إملى المدام للندام إملى ملم لاملا إملى المدام إملى المدام للندام إملى المدام للندام إملى المدام للندام حيث لا شيء الموشحة اللي احنا كنا بندرسها وعملنا بيها حفلة كمان وكنا بقى مجموعة وكورال بنغنيها فطبعا كانت ان شاء الله حفلة فعلا نورتينا يا ضحى وسعيدة بوجودك جدا والله انا اسعد كنت ناوية اغني والله بس مفيش بقى وقت يلا غني حاجة نورتينا يا ضحى وان شاء الله نقابلك مرة تانية هنا وتكوني كمان تقدمتي جدا في المجال اللي انت بتحبيه ان شاء الله رب العالمين ايش فاصل سريع حبيبتي نورتينا بأحلام الملايين من عشاقه يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية بضربة البداية أمام الدحيل مساء الغد الخميس. ضربة البداية بين بطل إفريقيا والدحيل لن تكون سهلة، فيستعد كل منهما لتدشين أسلحته الهجومية للمواجهة التي تؤهل الفائز لنصف نهائي المونديال ومواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا. بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر حذر لاعبيه من خطورة وقوة المنافس الذي يضم عناصر جيدة في الدفاع مثل نجم المغرب المهدي بن عطية وكتيبة الهدافين بقيادة جونيور البرازيلي والمعز علي هداف الفريق. في المقابل أصبح بطل إفريقيا جاهزا للقاء المهم مكتمل الصفوف بقيادة محمد الشناوي حارس الفريق ورفقاء محمد مجدي أفشة بطل القاضية التي توجت الأهلي بالنجمة الإفريقية التاسعة. مواجهة الأهلي للدحيل هي الرقم 13 في عدد مبارياته بالمونديال، حيث يحتل الشياطين الحمر المركز الثاني في عدد المباريات بالمحفل العالمي وعدد المشاركات بعد أوكلاند سيتي. ويتسلح الأهلي بعنصر مهم في هذه المواجهة وهو الجمهور الذي استقبله منذ وصول البعثة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، بالإضافة إلى أنه سيكون حاضرا في المدرجات بقوة بعد نفاذ تذاكر المباراة. كل في
حاله ترقب وانتظار للقاء الغد ان شاء الله بين الاهلي والدحيل، وطبعا هو ده العنوان الابرز في كل وسائل الاعلام، لان هي طبعا مباراه ان شاء الله هتكون مباراه قويه جدا، وفي بطوله يعني عالميه مونديال العالم للانديه، طبعا حاجه مهمه جدا. هنتكلم عن تناول الاعلامي لتصريحات الفريقين ورؤيه المباراه مع الناقد الرياضي الاستاذ محمد قديم. صباح الفل على حضرتك، نورت. مرحب بيك يا كريم، مرحب بنهواندو. في البدايه طبعا حابب ان انا اهنيكم على البرنامج، يمكن اول مره اتشرف بوجودي معاكم، ان شاء الله يعني برنامج موفق باذن الله. نورنا يا محمد، وبعدين ده مكانك انت اصلا من ولاد قناه الاهلي، ربنا يعني يخليك. صحيح كده؟ طبعا قناه الاهلي ده طبعا البيت الكبير، والنادي الاهلي ده البيت الكبير، وان شاء الله يبقى زي كالعاده والواجهه المشرفه لمصر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وندخل كده بقى في التفاصيل على طول، ويمكن لو هنتكلم عن موسيماني طبعا والتشكيل وغيره، ويمكن التشكيل الدحيل كمان خلاص دلوقتي انتشر يعني واعلنوا عنه، لكن انا هتكلم عن فريقنا، وهتكلم تحديدا دلوقتي عن موسيماني. ويمكن هو اعتمد في يعني المباريات الاخيره كان يعتمد بشكل كبير عن او دي الاسلحه اللي بيعتمد عليها، يعني الكرات الثابته والكرات العرضيه كمان، عمل ده وجاب جول في الزمالك، عمل ده وجاب جول في الوداد، وده كان ظاهر بشكل كبير. خلينا برضو من وجهه نظرك كده، هل بتشوف او خلينا مش هل بتشوف ازاي هيكون اللعب مع ان شاء الله الدحيل؟ طبعا هو في البدايه يمكن هاخد من كلام كريم واقول على التغطيه الاعلاميه، طبعا النادي الاهلي عمل حاله في قطر بوصوله، ويمكن احنا تابعنا الفتره اللي فاتت او الايام اللي فاتت وصول الاهلي والشغف الجماهيري. صحيح. يمكن احنا ردود الافعال كلها اللي جايه من هناك انه حاله الركود اللي موجوده عموما في الخليج او في دوله قطر، الاهلي عمل حراك بقى في روح، الناس بتروح تجيب التذاكر، عارف انت لما تبقى مستني حاجة انت بتحبها. طبعا. فطبعا هو من الناحية الإعلامية في اهتمام كبير جدا جدا. لو جينا نتكلم فني، اعتقد ان موسيماني الفترة دي هي فترة، يمكن هو راح كاس عالم الأندية قبل كده، ولكن هو كتشكيل وسكواد معاه هو ليه فكر معين. يمكن في ناس بتستغرب في بعض الأوقات انه في لعيبه بتبقى ماشيه كويس بتقعد احتياطي، ولعيبه بتلعب، زي خلينا اقول مثال ان محمد شريف كان ماشي كويس وبعدين جه ويلتر بواليا. هو ده يمكن مش اخطاء تكتيكيه اكتر من ان هو عاوز يوصل رساله للعيبه ان كله هيلعب معايا، وكل الناس يعني لازم كله يبقى رجليه في الملعب. ودي كانت وجهه نظره، يمكن انا كان ليا يعني حوار جانبي كده بعد ماتش بيراميدز، وسالته ليه اليو ديانج قعد في المباراه دي رغم ان هو متالق جدا، وعمر السوليه برضو نسبيا لسه راجع من اصابه مش جاهز بنسبه 100%. كان رده واقعي جدا، يمكن عكس معظم المدربين اللي بيحاولوا ان هم يجملوا الموضوع. قال لا، قال لي ديانج انا عارف كويس قوي ان هو لعيب كويس وماشي كويس، ولكن عمر السوليه محتاج ياخد ماتشات، محتاج ان هو يقف على رجليه علشان هيحتاجه في كاس العالم. اذا احنا هنا قدام مدرب عقليه، هو بيفكر في الادوات اللي هو هتكسبه، بيفكر في الـ في الـ في الـ في اللعيبه ازاي يجهزها، ودي حته نفسيه على فكره مش اي مدرب بيقدر يعملها. طبعا. لو جينا نقيس الفتره اللي فاتت، موسيماني يمكن عمل حاجه ما حصلتش بقى لها 7 سنين، جاب بطوله افريقيا التاسعه، بنشوف النهارده الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه. التشكيل يعني مش هيتغير كتير عن الفترة اللي فاتت، يعني لو جينا نقول ان الشناوي في حراسة المرمى، طبعا خط الظهر من اليمين للشمال ممكن بنسبة كبيرة، محمد هاني طبعا تعافى من الإصابة ونزل التدريبات وبقى يعني مشارك بشكل طبيعي جدا، فاز محمد هاني باك يمين. بدري بنون طبعا اصيب امبارح بكدمه كده في الانكل او في الكاحل، ان شاء الله يعني كل برضو الاخبار من هناك ان في تطمينات انه يقدر يلعب، وجنبه أيمن أشرف في قلب الدفاع، وعلي طبعا تونسي المخضرم علي معلول في الباك الشمال. منطقة وسط الملعب حتى الآن أليو ديانج وحمدي فتحي أو أليو ديانج وعمرو السولية هم المرشحين إن هم يلعبوا. فكرة إن الناس تقول إنه هيلعب بثلاثة في وسط الملعب، دي أعتقد هي فكرة مستبعدة أو ضعيفة، احتمال ضعيف بالنسبة لموسيماني، لأنه هو فكرة إنك تلعب بثلاثة في وسط الملعب هي دفاعية أكتر، فبالتالي هتاخد من القوة الهجومية بتاعتنا بتاعت الأهلي. وانت في مباراه زي دي انت محتاج يبقى في بالانس، محتاج يبقى في توازن ما بين الدفاع والهجوم، لان انت مش داخل تدافع، انت داخل تلعب على المكسب، لانه زي ما انت عامل حساب للفريق اللي قدامك، الفريق اللي قدامك عامل حساب ليك، وحساب كبير جدا، لان الاهلي بطل افريقيا وبطل القرن، فطبعا يعني الموضوع مش هيبقى سهل ابدا. لو جينا على الرباعي الامامي،
اعتقد انه محمد شريف ممكن يبقى الاقرب، وراه قفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، او يعني اجاي، بس اجاي ده ممكن يبقى احتمال ضعيف لانه برضه راجع من اصابه. احنا كده كده بنتكلم في اطار التوقعات، لكن يا عالم بقى بكره ان شاء الله هنشهد كل بقى كل ده متوقع طبعا موسيماني بالنسبه لمباراه بكره ان شاء الله. انا مش عايز بقى اسالك السؤال اللي جاي ده كمحمد قلبه الناقد الرياضي، لا انا عايزك يعني اساله لك كمرافق للفريق في مناسبات يعني متعدده وفي سفريات متعدده في البطولات الكبيره، ولا سيما البطولات الكبيره قوي زي كاس العالم للانديه، بتبقى الروح عامله ازاي، الاجواء عامله ازاي، اللعيبه ما بينهم وبين بعضيهم بيتعاملوا ازاي، بيقولوا لبعض ايه؟ طبعا هو الاهلي هو سيستم ونظام واداره، ما فيش حد بيخرج عن النظام. طبعا البطولات الكبيره اللي زي دي بيبقى التركيز كله على ان انت رقم واحد، ان انت تعمل حاجه تليق باسم النادي الاهلي وتليق باسم مصر. طبعا تاني حاجه بطوله زي دي يعني الرهان فيها كبير جدا، عندنا مجموعه كبيره من الشباب موجوده في في الفريق، يمكن اول مره يفوزوا ببطوله افريقيا، اول مره يشوفوا الاجواء بتاعه كاس العالم دي، فالموضوع هيبقى يعني في تركيز على شغف. وانا بالنسبه لي انا شايف ان الفريق الاهلي جهاز فني باداره بلاعبين مركزين في بطولة العالم، يمكن من قبل ما نروح كاس العالم واحنا لسه بنلعب مباريات الدوري بيبقى واضح جدا انت عندك حدث مهم، حدث عالمي زي ما بيقول، يمكن دي اهم بطولة يمكن للأندية بشكل عام، هي بتبقى بونس اكتر عشان انت فزت ببطولة الدوري الابطال في القارة، فالموضوع بيبقى عارف انت ايه، يعني انت داخل كارنفال، ويمكن دي تعليمات الجهاز الفني للعيبة على فكرة، انه انت ما تحطش ضغط عليك ابدا، انت مش رايح ان انت تفوز بكاس العالم للانديه، طبعا هو ده حلم لينا كلنا وحلم مشروع، ولكن انت محتاج تخف الضغوط من عليك. الناس يمكن الفتره اللي فاتت لو لاحظنا كريم بدات تقول بايرن وهنكسب، دي حلو بايرن، لو تلاحظ معايا اخر يومين او اخر ثلاث ايام كل التصريحات اللي طالعه من بعثه النادي الاهلي كلها فيها تقدير واحترام لفريق الدحيل القطري طبعا. فريق بيمتلك عناصر مميزه، فريق يمكن هو الثاني في جدول الدوري القطري، ولكن المباريات اللي زي دي بيبقى ليها حسابات ثانيه. يعني انت بتتكلم انه الفريق الاهلي محتاج ثلاث ماتشات وياخد البطوله، لو بنتكلم على ارض الواقع انت تلعب الدحيل ثم بايرن ميونخ ثم الفاينل مثلا، فاذا الموضوع مش بعيد، وفي النهايه هي الملعب موجود. مواجهه بطل اوروبا صعبه نادي بايرن ميونخ طبعا كلنا عارفين، ولكن هي ستيب باي ستيب، لازم الاول ماتش الدحيل لان انت ممكن جدا تلعب ماتش الدحيل وتبقى كويس بس يبقى عندك اخطاء فما تقدرش تتلاشاها او يظهر عندك في ماتش الدحيل اخطاء نقدر نعالجها. في النهايه انا لو بتكلمني نصيحتي للاعيبه، لا انت العب زي ما بيقولوا لنا في الكوره كده، العب لعبك العادي، يعني ما تحطش نفسك تحت ضغط، هيلعب لعبه الطبيعي، ان الاهلي ان شاء الله هو يعني فرصه اكتر من الدحيل، هم عاملين برضو لينا حساب كبير جدا لان النادي الاهلي طبعا يعني كعناصر و الى اخره، وبعدين في عنصر مهم جدا 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 وهو الجمهور. العنصر ده احنا بنعاني من غيابه هنا في مصر بقالنا فتره كبيره جدا طبعا، واعتقد ان مفيش اي فرد في المنظومه الرياضيه كان او يتمنى انه ما يبقاش في جماهير، فطبعا اللي بنشوفه من جماهير النادي الاهلي في قطر او رابطه المشجعين في قطر دي حاجه يعني مش عاوز اقول ملحميه عشان يعني ما تجيش ما اقولش الفاظ قويه، ولكن هو فعلا حاجه صعب جدا ان هي تتوصف. اللعيبه نفسها لو بنشوف الاستقبال ليهم وترحيبهم طبعا حاجه تدعو للفخر يعني. طيب محمد انت بتسترسل قوي وانا ببقى عايزه اوقفك بس مش عايزه اقطعك طبعا، هرجع لنقطه الدحيل لو تسمح لي، وزي ما احنا قلنا هنركز في ده، ويمكن ده موسيماني ذكره اكتر من مره، احنا هنركز في الخطوه اللي قدامنا دلوقتي وبعدين نبقى نشوف ان شاء الله لو عديناها على خير باذن الله ده يحصل. بس لو هنتكلم عن الدحيل تحديدا، يمكن هو طبعا يعني اسس حديثا 2009، ولكن برضو زي ما انت قلت هو مش منافس او قسم ضعيف، هو لازم يتعمل له يعني الف حساب، وهو عنده كمان يعني هجوم قوي جدا وعنده لعيبه بلاي ميكرز اقوياء جدا، ذكرنا فكرة ان هو الدفاع عنده فيه مشكلة شوية، بس يعني مش دي برضو القصة. انا عايزة انت كبرضو ده الملف اللي انت متخصص فيه تقول لنا وكناقد رياضي رؤيتك للماتشات اللي بتكون زي كده بيتم فيها التركيز على الجوال من الدقائق الاولى لاستغلال فكرة ان الدفاع بيكون مش قد الهجوم، ولا الرؤية بتبقى ازاي؟ هو المباريات اللي زي دي اللي بيتحكم فيها او اللي بيبقى فارق هو شخصية الفريق،
او شخصيه اللاعبين. انا ممكن ابقى نازل طبعا هم الفرقتين حتى لو الاسماء معروفه ولكن ما فيش احتكاك ما فيش مواجهات مباشره كتيره بين الفرقتين، فحتى لو بتتفرجي على الماتشات بتاعتهم هنا الشخصيه هنا اللي بتفرق. انا مين اللي هيفرض اسلوبه، مين اللي هيقرا الماتش، مين اللي هيطلع من الماتش زي ما هو عاوز. برضو ممكن الماتش ده في ناس بتقول لازم نعمل اداء كويس، هو في النهايه النتيجه هي الاساس اكيد. فانا رايي انه الشخصيه والتركيز في المباراه دي اعتقد انه هيبقى الشغل على الاجناب، يعني من جانب النادي الاهلي هيستغلوا الاجناب، لان انا الاحصائيه بتقول انه اهداف تلقاها فريق الدحيل القطري كان من العرضيات ومن الجبهه اليسرى، يعني الاهداف اللي بتدخل فيهم من العرضيات او من الجبهه اليسرى. فاذا هنا بيبين لنا انه خط الدفاع مش على ما يرام، رغم ان في اسماء كبيره مهدي بن عطيه واحمد ياسر المحمدي، ولكن الاحصائيات بتقول لنا ان خط الدفاع الجبهه اليسرى تحديدا وقلبي الدفاع ممكن يبقى عندهم مشاكل، ودي اللي نقدر نستغلها بالسرعات اللي عندنا. يمكن مهدي بن عطيه اللي كان بيلعب في يوفنتوس كان بيلعب طبعا في اليوفي، ولكن برضو اليوفي الفريق بيشيل ممكن اللعب شويه، يعني لما انا العب في يوفي ادائي يبقى مختلف عن لما العب في الدحيل او العب في دوله تانية غير او فريق تاني غير اليوفي. طبعا فريق كبير جدا، يعني لو جينا نتكلم على نقاط قوه الدحيل اعتقد هو الخط الامامي اكتر، يعني اولونجا طبعا مايكل اولونجا او ميشيل اولونجا ده لسه منضم حديثا للفريق، ولكن سجل ثلاثيه او هاتريك في مباراه اهلي قطر في كاس قطر. يمكن التشكيل المتوقع برضو لو بنتكلم عنه هيبقى صلاح زكريا، ده برضو حارس مرمى شاب صغير السن، ده لسه برضو لسه واخد الفرصة قريب مع خالد لاموشيه المدير الفني. الدفاع طبعا مهدي بن عطية واحمد ياسر محمدي، ده قلبي دفاع. الجانب الايمن اسماعيل محمد، والباك الشمال سلطان البريك. لاموشيه بقى يعني في لاعب في وسط الملعب الارتكاز علي كريمي ولويس جونيور، دول اللي هم زي اليو ديانجو وعمرو السوليه عندنا، دول الارتكاز المدافعين. في الهجوم هو عنده ورقه ممكن يعتمد عليها ان هو راس مثلث مقلوب يكمل نص الملعب او يلعب مهاجم، وهو عبد المعز علي ده ممكن يلعب قدام علي كريمي وجونيور. وكمان اولونجا طبعا ده يعني ده الفرود الشاب اللي عليه امال كبيره جدا، وبيلعب وراه ادميلسون ودودو، دول ثنائي برده خطير جدا. يمكن دول اللي لازم موسيمان يتعامل معاهم بشكل كويس، لازم يبقى فيه رقابه، لازم ما يبقاش فيه مساحات، علشان يعني اللعيبه المهاريه لو تساب لهم مساحات في ارض الملعب هيقدروا يخلقوا فرص ويمثلوا ضغط علينا. اكيد المباراه دي انا شايف ان البدايه مهمه جدا، لازم نحافظ حتى لو ما سجلناش هدف، لازم ما يدخلش فينا اهداف، لازم وانا وجهه نظري يعني توقعي انه ان احنا هنقفل الملعب شويه، يعني مش هندافع ولكن هنقفل الملعب كويس زي ما كنا. الاهلي بيلعب قدام بيراميدز في الماتش الاخير قبل طبعا السفر، الاهلي قفل تمام، ما فيش اهداف طبعا، ما استقبلش اهداف، والفكره انه المرتده التكتيك بقى اللي هم متمرنين عليه، التحركات بشكل معين، الفرود مثلا بيتحرك ازاي، الهجمه المرتده عندنا الشحات في سرعات، شريف في سرعات، قفشه في سرعات، لو بنتكلم على طاهر او كهربا في سرعات. فاذا الرباعي الامامي عندنا يقدر ان هو بسرعاته وبالمهاره وبالتكتيك اللي موسيماني هيوجهه لهم او هيقوله لهم يقدر ان هو يخطف دفاعات الدحيل. بس هو فكره تقفيل الملعب مش تتماشى اكتر مع ماتشات الدوري مثلا او اي بطوله بقى فيها مساحه لتجميع النقاط مش حسب كما هو حال في كاس العالم للانديه؟ ما هو خلي بالك انت ما تقدرش برضو تجازف في مباراه زي دي، لان المباراه دي نوك اوت، انت ممكن تخسر الماتش ده، فمش هيبقى عندك الفرصه او الطموح اللي انت بتسعى ليه. ما هو ده السبب اللي خلاني اقول لك الملحوظه دي، ان انت بالعكس بدل ما تقفل المفروض تبقى انت مسيطر ومهاجم. ما هو التقفيل غير الدفاع، انا ممكن اقفل يعني اقفل المساحات لما الكره تبقى مع المنافس، انا اقفل ما فيش مساحات، ما اديش مساحات للمهاجمين او لعيبه خط النص ان هم ينتشروا ويعملوا شغلهم. هو ده اللي بقول لك عليه يا كريم، فرض الشخصيه وفرض الاسلوب. انا ممكن اسيبك تلعب بالكره زي ما انت عاوز في نص الملعب، ولكن لما تيجي في التلت الامامي عند مناطق الهجوم الدفاع عندي لا، بيبقى في طموحك بيوقف بالظبط. هو ده
وفي الحته في الوقت اللي انت بتقطع منه كره هو نفس الوقت اللي انت لازم تبدا بيه هجمه وهجمه سريعه. يعني هو زي ما بقول لك بالانس. الاهلي ان شاء الله يعني على الورق هو قادر ان هو يتخطى الدحيل، ولكن بمزيد من التركيز مش بالكلام بس. واحنا زي ما اقول لك التصريحات الفتره اللي فاتت او اليومين ثلاثه اللي فاتوا، شفنا محمد الشناوي، شفنا المدرب المساعد، شفنا معظم اللعيبه بيحترموا فريق الدحيل وبيتكلموا عن انه فريق قوي ويمتلك عناصر مميزه. من هنا دي بدايه التركيز، ان انا بدي للفريق اللي قدامي حقه وبديله وضعه وبدخل نفسي جوه اجواء المباراه، بخرج نفسي من ماتش بايرن. لانه فكره انك انا لو كسبت الدحيل هلاعب بايرن دي فكره لوحدها بتضغط. يعني احنا نفسنا كنقاد او لو بنتكلم كجماهير او احنا مضغوطين. يعني انا مثلا الناس بتفكر دلوقتي هنقابل ازاي ليفاندوفسكي وهنقابل نوير ازاي. يا جماعه احنا عندنا ماتش مهم ده الاول. صحيح. لو قدرنا نفوز انت الماتش ده هو اللي هيدي لك الايمج اللي انت تبقى داخل بيها الماتش البايرن، وانت ان شاء الله واقفين على رجلينا. طب برضو لو قارنا، عشان لو احنا هنشوف او نحلل احنا مع بعض دلوقتي فكرة هنا الاداء، الدحيل برضو في الماتشات او اتكلم على الدوري الحالي مش في افضل حالاته، يعني كان يمكن في الدوري السابق افضل. هل ده الى حد ما ممكن يكون شوية في خلل في الفريق، ولا ده ممكن يكون يترجم ان التركيز الاكبر كان على المونديال؟ يعني برضو تحليلك لده ايه؟ هو ممكن يبقى برضو المشاكل الدفاعية، لو احنا الاحصائيات اللي احنا بنقولها بتقول ان في مشاكل في الفريق. بالظبط. احنا لازم نستغل ده، يعني ده لازم انت تلعب عليه. وبرضو انا اعرف يعني معلوم، بس لو افترضنا ان هم مش هيتداركوا المشاكل دي، لان الاحصائيات اللي قدامنا بطبيعه الحال هي قدامهم هم كمان وعارفينها اكيد، بس واكيد الجهاز الفني عارف كويس جدا كل ثغره موجوده عنده وكل دروب موجود فيه، ده طبيعي. بس احنا لو بنتكلم على فريق هو انت ما شفتوش قبل كده او هو ما شافكش قبل كده، بتبقى الموضوع مجهول شويه. انما انت موسيماني بيتفرج كتير جدا 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 على فكره، ودي برضو معلومه من المديرين الفنيين القليلين جدا اللي بيشتغل بالفيديو كتير قوي مع اللعيبه. يعني في ماتشات كانت في الدوري كان الطبيعي ان المحاضره الفنيه اللي قبل المباراه اللي بيعلن فيها التشكيل دي غالبا بتبقى من 10 دقائق لربع ساعه، وبتبقى نظريه فقط لا غير. موسيماني يمكن من اول ما مسك الاهلي في المباريات اللي تولى فيها المسؤوليه، بنسبه 90% المحاضره دي اللي بتبقى قبل الماتش اللي بيعلن فيها التشكيل بتبقى بالفيديو، وبتوصل لنص ساعه، وبيحفظ اللعيبه الوضع وبيذاكر الفرق كويس جدا. ويمكن هو لما جاله فيروس كورونا وما سافرش مع الفريق النيجر لمواجهه سونيديد، كان في العزل بيتفرج على ماتشات وبيتابع الفرق اللي المفروض الاهلي يعملها. الحته دي يمكن في ثقه شويه في موسيماني، او هو بيجيد الموضوع ده، يعني بيتفرج كتير جدا على ماتشات، بيفرج اللعيبه، بيعرف اللعيبه اماكن القوه والضعف في المنافس واماكن القوه والضعف عندنا، علشان انت النقط الضعف اللي عندنا نتلاشاها ونقط القوه تزودها وتشتغل عليها. هو في الحته دي بصراحه كويس، وحتى الان هو يعني موسيماني بيقدم مستوى، مش هقول جيد، مستوى مقبول حتى الان. هو على الورق وبالارقام وبكل حاجه هو يعني ناجح جدا. يمكن الاداء مش زي ما الناس متخيله، ولكن برضه هو في مهمه صعبه، لانه عنده لعيبه لسه ما دخلتش فورمه، لسه لعيبه بتيجي عنده قصه برضه. بس بتتكلم ان احنا ما خسرناش برضه، يعني ما فيش فرقه بتكسب على طول. الفريق الوحيد اللي ما خسرش في الدوري العام هو النادي الاهلي. بالظبط. والظروف اللي هو جه فيها والوقت الضيق، يعني اعتقد طبعًا لا يعني اكتر من مقبول شويه لحد دلوقتي. طبعا انا مش عاوز اقول برضه، يعني انا هو جيد ومقبول وحاجه كويسه، بس الناس دايما بتربط انه الاهلي لازم يلعب كره حلوه، الاهلي لازم يبقى كويس، بس ده مش دايما طول الوقت. احنا الاهم دلوقتي في بطوله دوري انت مركز فيها، في بطوله كاس عالم الانديه، احنا كلنا بنطمح ان الاهلي يبقى كالعاده بيشرف مصر، يعني دايما اسم الاهلي في المحافل الدوليه مرفوع. ولكن انا عندي نقطه يمكن انا حابب اتكلم فيها، وهي انه لعيبة الاهلي في بعض من اللعيبة لسه يمكن شخصيتهم مش هقول ما اتبلورتش بالظبط، ما عدوش بالاحتكاك ده.
فبالتالي انا اخاف على لعيبه الاهلي من عارف انت كريم الرهبه هي دي ده بالنسبه لي الحاجه دي النقطه اللي انا فكرت فيها وانت بتقول من شويه في اجابتك على سؤال سابق تفسيره ان عندنا عدد كبير من اللعيبه ما لعبوش في البطوله دي بالتحديد قبل كده فبالتالي ممكن ده يبقى له انعكاسات. اتمنى يكون ليها جانب ايجابي ان احنا نشوف الطاقه وانهم عايزين يسجلوا يعني اسمائهم بحروف النور في مواجهه مهمه في بطوله مهمه زي دي. فاحنا بنشكرك شكرا جزيلا يا محمد على وجودك معانا في حلقتنا النهارده نورتنا وافدتنا بمعلوماتك الوفيه. ربنا يخليك. انا مبسوط ان انا كنت معاكم ومعاك يا نواندو. بشكر طبعا كرو العمل كلهم اصدقائنا يعني وشغل مميز وان شاء الله موفقين باذن الله. مكانك يا محمد وان شاء الله تيجي معانا مره ثانيه باذن الله تكون ضيف عزيز علينا. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. مواجهة الأهلي والضحيل أعتقد مهمة جدا. كل فريق من الفرق دي بيحاول إن هو يلعب ويبان كمان ويبين طريقة اللعب لكل مدرب ويلعب يعني خلينا نقول بأقصى جهد عنده لأن هي مباراة حاسمة زي ما بنتكلم كده. خلينا نعرف كل التفاصيل أكتر في أكيد محاور أساسية هنتكلم فيها مع كابتن عادل طعيمة نجم الأهلي السابق اللي منورنا النهاردة. صباح الفل. صباح الاسطى. صباح النور. وبنتفائل بحضرتك يا كابتن عادل إن شاء الله. والله. طبعا. الحمد لله. إن شاء الله يا رب تبقى مباراة قوية وأكيد في حاجات كتيرة ونقاط كتيرة حابين إن احنا نتعرف على حضرتك عليها أو يعني بخصوصها. ولكن هنروح دلوقتي لزميلنا أمير وهو موجود حاليا مع البعثة الرسمية ويعني هنسأله في كذا حاجة. في الأول أمير صباح الخير. بنصبح عليك أنا وكريم. أمير سمعنا؟ أمير لا واضح يمكن في مشكلة ولا حاجة تقنية. هنحاول نرجع نتواصل معه تاني إن شاء الله. حضرتك منورنا صباح الفل عليك وعايزين نبتدي مع حضرتك في البداية كده بالنسبة لمباراة الغد إن شاء الله وبشكل عام في المونديال. حضرتك فيما يتعلق بالنادي الأهلي مطمن لإيه وقلقان من إيه؟ تعالي نبتدي من مباراة بكرة تحديدا. اولا انا مطمن وفرحان جدا للنادي الاهلي بيوصل للمره السادسه ويبقى تاني نادي على مستوى العالم في البطولات موجود وموجود من اكبر الانديه اللي بيوصل للمرحله ديت. ولو تفتكر ايام البطوله الافريقيه كنا مدى سعادتنا بالحصول على البطوله عشان نوصل للمرحله دي. صحيح. البطوله دي بطوله شرفيه كل واحد بيظهر فيها أقوى ما عنده وأحسن ما عنده فنيا وماديا كمان علشان برضو الناس تبقى عارفة أن أنت بتستفيد ماديا استفادة عالية جدا بتعود على اللعيبة وتعود على النادي اللي بيصرف مصاريف كبيرة جدا على ألعاب مختلفة. فالاستفادة الأدبية والاستفادة المادية. بالنسبة للمباراة أنا شايف هي مباراة فنية بين فرقتين. فرقة عندها خبرات قليلة مدعمة تدعيم كبير جدا جايبين 3 لعيبة بمبلغ خرافي عدى 27 مليون دولار لمدة شهر علشان البطولة دي. انت عندك من الخبرات لمدة شهر تم التعاقد مع 3 لاعبين لمدة شهر لانه بن عطية جايبينه مش عارف من اسبانيا في 2 لعيبه جايبينهم من اوروبا فحاجه يعني ايه يعني يقضوا البطوله يقضوا البطوله ويمشوا يعني. فطبعا هم ما عندهمش الخبرات. الانسجام طبعا لسه مش موجود عندهم مشاكل في خط الدفاع عندهم القوه الضربه عندهم في خط الهجوم ما فيش خبره خالص في البطولات. انت في البطولات اللي زي دي اللي هي ما هياش دوري يعني خروج مغلوب فالبطولات دي بتبقى محتاجه مدير فني عالي لعيب عندها خبرات لعيب عندها طعم البطوله بيبقى في بقهم بالبلد بتاعنا. ايوه طبعا طعم البطوله بيبقى عارف ان هو في مرحله معينه بيحصل على البطوله نتيجه التجارب اللي مرت عليه في العديد من البطولات. مجرد وصولك انك انت في البطوله دي ده بقول لكل الاهلاويه وجمهور النادي الاهلي وللشعب المصري كله ما بعده انجاز. البطوله الماتش ده وارد فيه المكسب بنسبه كبيره وارد فيه انه ما يبقاش فيه توفيق فانما لازم ابقى فخور جدا بالنادي بتاعي ان انا وصلت للمرحله الكبيره ديت ان انا
للمره السادسه. ريال مدريد اقل مننا، ريال مدريد اظن 5، برشلونه مش عارف 3. فتخيل انت، انت سابق الانديه الكبيره قوي دي اللي ميزانيتها ميزانيه الدوله. يعني ريال مدريد وبرشلونه دول مش عارف كام مليار، يعني حاجه كبيره جدا. المباراه هتبقى سجال ما بين المدربين وما بين اللعيبه. انا بشوف من واقع الخبره البسيطه بتاعتنا ان انت كلعيبه في الملعب والتقل بتاع اللعيبه والاداء وخبرات موسيماني والخبرات المدرب اللي يتولى الدحيل، اعتقد في فرق كبير. طيب كابتن عادل، طيب انا لسه هسال حضرتك والله، خلينا امير معنا. امير مهم امير نطمن جاهز. عايزين نطمن. طيب نروح لزميلنا العزيز امير هشام ورساله من كواليس بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. امير بنصبح عليك في البدايه انا وكريم وكل جمهور النادي الاهلي، صباح الخير. صباح الفل عليك يا نهاوند، تحياتي ليكي ولكريم والكابتن الكبير طبعا كابتن عادل طعيمه، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بص يا امير سريعا عندي نقاط كده، وطبعا هترك ليك المساحه ان انت تطلعنا على الجديد، ولكن اكيد النهارده المسحه الرسميه هتكون، خلينا نعرف كده التفاصيل التوقيت بس ان شاء الله هيكون امتى ولا هي تمت، يعني خلينا نتعرف على المسحه الرسميه والاخيره دي حاجه. تاني حاجه كنا سمعنا ان مفروض كان في شويه كلام ان في غضب بسيط من موسيماني قبل اجايه لان كان في زياده في الوزن، هل الكلام ده حقيقي او لا؟ ولو كان حقيقي مدى تاثيره على مشاركه اجايه؟ الحاجه الثالثه اللي برضو عايزه اعرفها منك ومهمه جدا، يعني اكيد الروح المعنويه والمدى الجاهزيه هنا الفنيه كمان للفريق. اتفضل يا امير. طيب خليني اقول لك في البدايه يا نهاوند ان النهارده المسحه كانت المسحه الرسميه من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم لبعثه الاهلي بالكامل، ودي كانت في تمام الساعه 9 صباحا، وكل افراد البعثه طبعا عملوا المسحه دي، نتيجتها باذن الله تخرج على اخر اليوم النهارده يعني، وباذن الله الكل يكون سليم والكل يكون عينته سلبيه عشان باذن الله الفريق بالكامل يكون متاح بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني. لكن فيما يتعلق بجونيور اجاي ما فيش اي مشاكل خالص لجونيور اجاي مع مستر بيتسو موسيماني. امبارح اجاي كان بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا، ما فيش اي حاجه خالص، وشارك كمان في التقسيمه، الامور جيده. هو اجاي ممكن يكون بعيد شويه الفتره اللي فاتت بسبب الاصابه اللي كانت في نهائي القرن واللي كان من خلالها، او المباراه اللي كان من خلالها الاهلي تاهل لكاس العالم للانديه، ف الامور طبيعيه ما فيش اي مشاكل خالص ما بين بيتسو موسيماني وجونيور اجاي، واللاعب متاح بالنسبه للمدير الفني على حسب رغبته في الدفع بيه في المباراه او لا، دي حاجه ترجع لموسيماني بكل تاكيد. ده فيما يتعلق كمان بجونيور اجاي. السؤال الثالث بقى كان ايه؟ فكريني. كان الروح المعنويه مهم ان الجمهور يطمن عليها ومدى الاستعداد، وفكره هنا كمان الجاهزيه الفنيه عايزين نطمن منك يا امير. في بنون كمان عايزين نطمن عليها. وبدر بنون طبعا ان الاصابه يعني اللي طيب كنا ذكرناها. الجاهزيه الفنيه اكيد هكلمك عن بدر بنون وهنطمن كل جماهير الاهلي باذن الله، لكن انا عايز اطمن الجمهور بخصوص الحاله المعنويه والفنيه في اعلى معدلاتها في الحقيقه. الكل جاهز، الكل يعني مستني المباراه خلاص، التركيز عالي جدا جدا، دراسه فريق الدحيل تمت على اكمل وجه من قبل مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين من خلال المحاضرات المختلفه اللي كانت على مدار الايام اللي فاتت، وكمان النهارده هيكون في محاضره مهمه كمان بالمناسبه لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين عشان يضع النقاط الاخيره بخصوص كيفيه يعني خوض هذه المباراه الهامه في بدايه مشوار الاهلي باذن الله في كاس العالم للانديه. لكن الأهم بقى بخصوص بدر بنون، والكل طبعا يعني عايز يعرف آخر التطورات بخصوص إصابة اللاعب، خليني بس أحكي بعض التفاصيل كده بخصوص بدر بنون. امبارح في التمرين في آخر بالتحديد 5 دقائق في التقسيمه، يعني هو كان بيأدي التقسيمه بشكل اكثر من رائع واللاعبين كلهم شاركوا بشكل مميز جدا في الحقيقه. التقسيمه كانت على الملعب كله كانها مباراه ما بين فرقتين، فبالتالي بدر بنون في اخر 5 دقائق تحديدا في كره مشتركه كده رجله يعني فيها كدمه، خد كدمه في الكاحل، ما قدرش ان هو يكمل التقسيمه، خرج. فعلى طول طبيب الفريق دكتور احمد ابو عبله في الحقيقه طبيب مميز جدا، يعني
لف الكاحل بالنسبة لبدر بنون مع وضع تلج، وبدر ما كانش قادر يمشي شوية بعد التمرين مباشرة أو بعد ما خرج من الملعب مباشرة، دخل غرفة خلع الملابس بعديها بنص ساعة لما اللاعبين خلصوا خلاص التمرين وخلصوا يعني غيروا ملابسهم داخل غرفة الملابس. كان الوقت استغرق حوالي نص ساعة لحد ما ابتدوا يركبوا الأتوبيس الخاص بيهم عشان يرجعوا للفندق. وهو خارج من الغرفة بتاعة الملابس كان ابتدى يدوس على رجله بشكل أفضل بكتير عن أول وهلة للإصابة يعني، فده شيء طمأن الجهاز الطبي بشكل كبير وطمأننا كلنا في الحياة كبعثة، كلنا كنا متابعين التمرين ويعني اتضايقنا شوية إن بدر تعرض لكدمة زي دي وما قدرش يكمل التمرين. الحالة إيه بقى؟ كان في قلق شوية إن ممكن الكحل يورم، لو كان ورم كان هيبقى فيه مشكلة وما كانش هيلحق بدر بنون المباراة. حتى الآن فرص لحقه أكبر من فرص ابتعاده عن المواجهة. بدر بنون رجله الحمد لله ما ورمتش، الأمور النهاردة الصبح شايفينه وهو رايح يعمل المسحة بيمشي على رجله بالشكل أفضل كمان من امبارح بكتير. على مدار اليوم هيكون في متابعة على طول بالنسبة لحالة بدر بنون لحد قبل المران اللي هيكون الساعة 8:30 بالليل، هتكون القصة وضحت بشكل أكبر بالنسبة للاعب. لكن خليني أكد برضو على كل جماهير النادي الأهلي أن فور وصول اللاعب امبارح لمقر الإقامة هنا في المونديال كان في جلسات مستمرة من خلال طبيب الأهلي دكتور أحمد أبو عبلة مع اللاعب، جلسات على رجله لغاية الساعة 2 بالليل كمتابعة بالنسبة لحالته وبالنسبة للكاحل بالنسبة لبدر بنون. الأمور في الحقيقة كانت مطمئنة نسبيا، وبإذن الله تعالى بإذن الله تعالى فرص لحقه زي ما قلت لك يعني هوند بالمباراة أكبر بكتير من فرص ابتعاده عن المواجهة. نتمنى أن بإذن الله النهاردة يقدر يشارك في التدريبات، برضو في فرص كبيرة أنه يشارك بإذن الله في التدريبات، والأمور الحمد لله جيدة مش بالصورة اللي احنا كنا متخيلينها امبارح وإحنا في أرضية الملعب مع نهاية المران. يعني خلاص كلنا قلنا أن بنسبة كبيرة ممكن بدر ما يلحقش، لا بدر بإذن الله فرصه قائمة وبقوة للمشاركة في المباراة، والرؤية تتضح إن شاء الله مع نهاية هذا اليوم. خليني كمان أقول لك بقى بالمناسبة بعض الكواليس بتتعلق بالبعثة هنا النهاردة، هيكون بعد ما المسحة خلاص اتعملت النهاردة الساعة 2 تحديدا بتوقيت المونديال هيكون في اجتماع فني بالنسبه للفرقتين، هيكون من خلال الفيديو كونفرنس ومن خلاله هيتم الاستقرار على كل الامور اللي بتتعلق بالمباراه سواء الزي الخاص بكل فريق، مواعيد الوصول، كل الامور اللي بترتيبات اللي بتتعلق بما قبل انطلاق مباراه الاهلي و بإذن الله في أولى مباريات المونديال. بعدها الأمور هتبقى طبيعية لحد ميعاد المحاضرة اللي هتكون في تمام الساعة 7:15 تحديدا، وبالتالي بعدها توجه الفريق لملاعب التدريبات. ملعب التدريبات بالمناسبة هيكون هو الملعب اللي اتمرن عليه الأهلي على مدار الأيام اللي فاتت، مش هيكون الملعب اللي فيه المباراة أو اللي هيستضيف المباراة، ده طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. لكن بالمناسبة أيضا هيكون في مؤتمر صحفي بالنسبة لمستر بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي كابتن النادي الأهلي، ده هيكون على الملعب بقى اللي هيستضيف المباراة، وده هيكون مؤتمر صحفي افتراضي من خلال الفيديو أيضا مع بعض الصحفيين، وهيبقى في نظرة كده ومعاينة للملعب وأرضيته من قبل موسيماني وأيضا كابتن الفريق محمد الشناوي. ده هيكون قبل المران مباشرة اللي هيكون في نفس المكان اللي كان عليه تدريبات النادي الأهلي على مدار الأيام اللي فاتت. الاستعدادات ماشية بشكل جيد جدا، الكل يعني متحمس بشكل كبير لإسعاد جماهير النادي الأهلي بإذن الله تعالى من خلال أول مواجهة بإذن الله. أمير طمنتنا، يعني بنشكرك جدا على التغطية دي، وأكيد تغطيتنا مستمرة زي ما متعودين مع حضراتكم على قناة الأهلي. شكرا ليك يا أمير جدا. عودة لضيفنا العزيز كابتن عادل طعيمة، ويعني اطمنا نسبيا، هنقول نسبيا على بدر، شايف أنا رياكشنات حضرتك مع كل كلمة يقولها زميلنا أمير، وأنت إيه في قلق كده وترقب، فربنا يصلح الحال ان شاء الله ويكون بكره بدر بنون جاهز باذن الله. انا عايز اسال حضرتك على حاجه، علما ان انا مدرك تماما ان لكل مقام المقال وان كل بطوله وليها تفاصيلها وليها ملابساتها، ولكن لو رجعنا كده شويه بالزمن لورا وتعادل ثلاث مرات حصل مع النادي الاهلي في ثلاث مباريات في الدوري، زائد ان لوحظ في الفتره الاخيره ان في تاخر نسبيا في احراز الاهداف من قبل النادي الاهلي، هل دي امور تدعو لو ابتدينا بقى نروح ونرجع تاني بتركيزنا على المونديال، ولا
فعلا لكل مقام مقال؟ لا، هو في الاهداف بتتاخر، ده مش مقياس ان الفرقه كويس او وحش. طالما انت بتوصل للهدف بتاعك، توصل للمرمى وتشكل خطوره، وبعدين في اوقات انت بتضيع اهداف، السبب ده ممكن يكون في ضغوط، ممكن يكون في تكرار المباريات، ممكن يكون في لعيبه لسه ما استعدتش مستواها. فدي كلها حاجات المدير الفني لازم عامل حسابه فيها. مش عايز اتطرق للجانب التحكيمي، لان انت في المباريات الثلاثه في كل مباراه ليك ضربه جزاء او ضربتين جزاء. ف الى جانب طبعا او هدف ملغي وهدف ملغي، فبرضه دي كلها حاجات ما هياش حاجه طبيعيه. لو الامور طبيعيه يعني. والفار اللي احنا بنشوفه والعالم كله بيشوفه، الراجل بيجيب جول ما فيهوش اي مشكله، والحكام كلهم بيطلعوا، الحكام الكبار بيطلعوا يقولوا ده هدف، والبنالتي ما فيش عليه اي خلاف. فطبعا دي كلها حاجات مش منطقيه في كره القدم، لان كره القدم مفروض ان الحكم بيبقى قاضي، والقاضي دايما بيبقى عنده حته العدل وحته الامانه. الحاجه دي للاسف في الفتره دي الحقيقه فيه تحمل كبير جدا، وبشوف ان النادي المنافس احيانا بيبقى فيه ضربات جزاء ما بتتحسبش، وحاجات تانية بتتحسب. طبعا احنا مش عايزين نخش ونقول ان التحكيم هو اكيد، لكن برضه هو جزء مهم. الاهداف بتتاخر، انما انت في الوضع الحالي انت ان شاء الله الماتش اللي جاي هتبقى متصدر الدوري. يعني انت الزمالك امبارح بيتغلب من غزل المحله، الاهداف ما هو يعني برضه هو صحيح جاب هدف، المحله تعادل وفي اخر دقيقه جه جول. المباراه 90 دقيقه، بالوقت الضايع بتبقى 96 او بتبقى 100 دقيقه. فانت طالما انت بتاخد الثلاث نقاط اللي انت محتاجهم من المباراه، هو ده الانجاز بتاعك. احيانا ودايما النادي الاهلي دايما على مدار تاريخه دايما بيفصل المباراه او بينهي المباراه في الدقائق الاخرانيه، في الوقت بدل الضايع. فدي واحنا صغيرين في النادي كنا بننتظر للدقيقه 92 تبص تلاقي كابتن صالح طالع وبيحطها بدماغه، الناس بتبقى قاعده منتظره. انت شايف الكونفدراليه في الدقيقه 96 متعب بيجيب الجول في الدقيقه 96، هل الجمهور كان ماشي؟ الجمهور قاعد بيتفرج وهو متاكد انه ربنا هيكافئ، لان النادي ده مليان ناس غلابه وناس بسطه وناس ودعوات الملايين ودعوات الملايين اللي موجودين في مصر، وفي اكيد فيهم ناس دعوتهم مستجابه. وانا بخص دايما الناس العمال اللي شغالين طبعًا. لانهم بياخدوا مكافاه من لما الاهلي بياخد بطوله بياخدوا مكافاه، فتبقى دايما الدعوه طالعه كده الى كانت طبعا حبهم وولائهم للنادي اكيد. فطبعا دي ما فيش شك انها بتؤثر، لكن انا مع حضرتك انه جمهور النادي الاهلي دايما طماع وعايز يكسب من اول دقيقه. لما بتتاخر شويه عايزين نقول ان ده سلبي، لا مش سلبي. انا ممكن جدا وانا بلعب الشوط الاولاني بيبقى التيم اللي بيلاعبني غير ما بيلاعب اي فرقه ثانيه. صحيح، انت بتلعب النادي الاهلي بتبص تلاقي اللي متخاصمين بيتصالحوا، المكافئات بتطلع. كل حاجه بتتعمل بمجرد ما انت على طول يعني بتلعب النادي الاهلي. فتبقى دايما الشوط الاولاني 45 دقيقه دفاع مستميت وقتال، والشوط الثاني اللياقه البدنيه اكيد بعد انت ما بذلت كل جهدك ما وزعتهاش على 90 دقيقه، بص تلاقي اللياقه البدنيه بتاعتك انت ما وزعتهاش كويس، بتنزل انت لياقتك كويسه، فبتبتدي الشوط الثاني يعني تجيب بقى الفرص بتاعتك والاهداف بتاعتك. طيب كابتن عادل، ولو اني هختلف اختلاف صديق يعني كده، اختلاف جميل، اختلاف الاصدقاء على الشق بتاع ان احنا بنكسب يعني جزء من مكسب الاهلي بالدعاوي، يعني مش عشان برضه الناس الغلابه يعني مش ده الاساس. احنا ال 90 دقيقه دي سمه من سمات النادي الاهلي، وهي زي ما حضرتك قلت ممكن يكون ايه، هو بيستنزف الفرقه الاخرى لغايه لما يجي بقى ساعه او دقيقه الحزم زي ما بنقول، دي سمه من سمات النادي الاهلي. انا عايزه اروح مع حضرتك لفكره هنا الماتشات الاخيره كمان اللي الاهلي لعبها. احنا لعبنا ثلاث فرق برضو قويه، البيراميدز، الزمالك، الوداد. اعتمدنا شويه على التنظيم الدفاعي خلينا نقول، برضو الدحيل احنا بنعتبرها خصم قوي كده، او بنعتبر فريق او خصم قوي جدا.
حضرتك وجهة نظرك، وده استكمالا برضو ليه نقطة كريم، فكرة ان احنا ما بقيناش نحرز اهداف من الدقائق الاولى، هل بتعتقد ان احنا خطتنا هتبقى برضو تنظيم دفاعي في المباراة القادمة، ام احنا هنعتمد على احراز الاهداف في الدقائق الاولى؟ النقطة الاولانية برضو علشان اللي انت اختلفت معايا فيها، والنادي الاهلي مش فيه اسباب، فيه ادارة بتوفر اكيد، وبتجيب جهاز فني وبتجيب لعيبة بتتمرن كل يوم بالزبط، وبتكافح في مجهود وفي طيب كفاح وفي التوفيق خطة. التوفيق ده نسبة من عند ربنا طبعا. هو قفشة لما عملها كده وراحت كان توفيق من ربنا؟ ايوه بس مش هو كان دعاوي يعني بس. لا لا، ما هو ما هو الاسباب، وبعدين في التوكل على الله. انا مش متواكل، ده كل شيء، انا مش متواكل، انما انا بأدي الواجب بتاعي، بذاكر كويس، بمتحن كويس، التوفيق بتاع ربنا ونعم بالله. بقول في سنه 81 واحنا بنلاعب كوتوكو في غانا، وكان الماتش غير طبيعي، ومع ذلك احنا تعادلنا معاهم بكوره، الملعب لا فيه ملعب ولا فيه، والجمهور حاجه واصخار معموله في الملاعب، ولا ربنا، توفيق ربنا كان مهم جدا، بس توفيق ربنا مع المجتهد ده اللي انا صدق. بقول الناس الغلابه اللي موجودين في العمال الموجودين، مش معنى كده ان هم بس كده كل الناس بقى ما اشتغلتش وتوكلت على ربنا، ما اقصدش كده. الحاجة التانية برضو حتة الفوز لما بيتأخر، أنا بوصل عايز أطمن الناس، أنت بتوصلي للجول ولا لأ؟ أي. من أول دقيقة إحنا عاملين خطورة على الثلاث خشبات، أهداف بتضيع، الأهداف اللي بتضيع ديت نتيجة، أنا بقول وبعيد وبكرر، جيت مرة الراجل من يوم ما جه السوماني الجهاز الفني بتاعه ما خدش أسبوع للتمرين، يعني هو 72 ساعة، يعني هو أول ما جه 3 أيام كان بيلعب في الدوري، وبعدين دوري، وبعدين دوري، وبعدين طلع على الوداد ماتشين الوداد، وشوفنا احنا قد إيه كنا بنيجي هنا، هو ده والقناة الأهلي كان كل الضغوط على الوداد المغربي، الوداد المغربي وقوة الوداد المغربي، لدرجة إن أنا أحيانا أنا قلت هنلاعب إيه بقى، منتخب العالم بقى ولا لدرجة إن أنا والله بقيت مشفق لو في لعيب بيتفرج، انت لقيت كره قدم انت، وبعدين احنا افضل، واتضح ان احنا افضل، كسبناهم هناك وكسبناهم هنا بالجهد وبالعرق وبالاداره اللي بتوفر، وباللعيبه اللي عندها الروح القتاليه لاخر دقيقه، بالتمرين اللي على اعلى مستوى، بالروح، بالعيله، ثم بتوفيق ربنا وبدعاء الناس اللي احنا بنتمنى الفوز لما بتاخر. احنا بنشوف برشلونه وريال مدريد، ريال مدريد طالع من كاس من تيم درجه ثالثه السنه دي، من تيم من اسبوعين تيم درجه ثالثه، مطلع ريال مدريد من الكاس، كاس اسبانيا. برشلونه كسب بالعافيه 1-0 او 2-0 في الدقائق الاخرانيه، الكوره ما هياش انا بنزل من اول دقيقه لازم اجيب جول، مين قال كده؟ مين قال كده؟ وانا ما ينفعش تتحسب بالورق والقلم، انا بررتها وقلت لك ان التيم اللي بيلاعب النادي الاهلي بيحصل ايه؟ من اول دقيقه في نوع من الحرص الشديد انه ما يخشش فيه هدف، بيدافع بالعشرة وبالحداشر، فانت وما بيلعبش حتى على المرتده، ده واقفين قدام المرمى، وبعدين بيبقى فيه سنه عنف، وبعدين بيبقى فيه برضه سنه عدم توفيق من الفار او من الحكم، كل الامور دي، ومع ذلك احنا مع كل الضغوط ديت المدرب ما اشتغلش لانه ما خدش اسبوع او 10 ايام عشان يقول الفكر بتاعه. حاسسينك ان احنا انا هختم حضرتك في حاجه ليها علاقه بالكلام ده، هو فعلا الدوري اصلا العالمي، يعني مش هتكلم الدوري المصري بس، بيشهد اختلاف او موازين مختلفه جدا. احنا شفنا في الدوري الانجليزي فرق فعلا صعدت وفازت على فرق يعني درجه اولى وكناش متوقعين ده، يمكن كان استون فيلا وليفربول. برده شفنا في الدوري الاسباني زي ما حضرتك بتقول الدوري المصري، حتى من وجهه نظر بعض النقاد ان الدوري الحالي المصري برده بيشهد او ربما سيشهد برده صعود بعض الفرق اللي هي مش متعودين عليها ان هي تنافس على المراكز الاولى، ويمكن ده شفناه برضو في بعض الفرق اللي تالقت مؤخرا من ناحيه سيراميكا، وانا قلت الكلام ده قبل كده، والمقاولون العرب وغيرها، يمكن كمان الجونه. فيعني اعتقد في مفاجات فعلا في الدوري الحالي هيكون. هو الدوري الانجليزي حضرتك في نظام كنت احنا دايما زمان بننادي بيه، الانديه اللي بتبقى صعبه والانديه امكانياتها الماديه ضعيفه، الاتحاد بيدعم الانديه دي بفلوس كبيره قوي علشان يخلي المنافسه تبقى قريبه. يعني احنا النهارده لما طلع سيراميكا وطلع البنك الاهلي، دول عندهم امكانيات، فالامكانيات الماديه بيجيبوا لعيبه، اشتروا لعيبه، بيجيبوا اجهزه، فعندهم الامكانيات الماديه.
انا يمكن بختلف مع في الحته دي، ان انا الكوره لعبه شعبيه، لعبه جماهيريه. ممكن نروح فاصل عشان علشان اسف، هنروح فاصل سريع ونرجع للنقطه اللي كابتن عادل بيتكلم. مش انا متفائل جدا لهذه المباراه، وان شاء الله هنكسب 2-1 ان شاء الله، يعني ممكن نكسب 2-0 يعني مع توافق يعني اللعيبه وكده باذن الله نكسب 2 ان شاء الله. الاهلي يعمل ماتش كويس مع الدحيل وان شاء الله نفوز بنتيجه 2-1 ان شاء الله. الاهلي يكسب 3-0 ان شاء الله، فوز الاهلي 2-1. والدحيل برضه مش فريق سهل لان فيه محترفين كتير. ان شاء الله النادي الاهلي يرحنا بره ويشرفنا، وان شاء الله توقعاتي 2-0 للاهلي. يعني ماتش هيبقى سهل ان شاء الله على لعيبه الاهلي عشان هم رجاله، وان شاء الله نكسب، يعني النتيجه هتبقى على الاقل 2-1 لينا ان شاء الله بامر الله. اذا عدينا ان شاء الله يعني هيبقى 1-0 1-0 او 2-1 بالكتير، يعني مش هتزيد عن كده، لان هي دي المباراه الافتتاحيه، هتبقى صعبه جدا يعني. ان شاء الله ان شاء الله، انا متخيله ان عقده بالي هتتفك هناك باذن الله، وهيجيب ان شاء الله جون، ومحمد شريف بقى يكمل عليهم ان شاء الله. ان شاء الله 2-1 للاهلي، الماتش هيبقى صعب بس الاهلي اداه وقدود ومعودنا على الانتصارات، واحنا عندنا الروح. مش هيبقى ماتش سهل، بس احنا برضو بطل افريقيا يعني، احنا قدها ان شاء الله لعيبه لو مركزه هنعدي باذن الله، ونقابل البايرن بقى ساعتها ان شاء الله نعمل علينا والنتيجه بتاعت ربنا باذن الله. ان شاء الله نكسب 3-0 وان شاء الله قفشه يدخل جون يعني يعرف يخلينا نتقدم شويه ونكسب نلعب البايرن ان شاء الله نكسبه. ان شاء الله 2-0 للاهلي وهنجيب مركز ان شاء الله في كاس العالم. طبعا امال كل الاهلاويه يعني قويه جدا ان شاء الله، والدعوات لا تنقطع. عوده لضيفنا العزيز كابتن عادل اللي كنا بنتكلم معاه في تفاصيل كثيره ليها علاقه ب طبعا مونديال العالم لكره اليد ومشاركه النادي الاهلي فيه. ايه ده؟ لكره القدم، انا اسف، لكره القدم ومشاركه الاهلي فيه. وكان عندي سؤال لحضرتك كابتن عادل بعد اذنك، هو المفترض ان فكر المدرب بينعكس في الملعب من خلال اداء اللعيبه، لكن مع هذا ساعات بنحس ان في مباريات معينه انت كده بتستشعر وانت قاعد بتتفرج عليها ان الماتش ده مش بين اللعيبه، الماتش ده بين الاثنين مدربين بشكل صريح. تانية بيحصل فيها العكس، بتحس ان كان اللعيبه هم اللي بيلعبوا من دماغهم ومن نفسهم من غير ما يكون في تنسيق قوي مع الـ 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 يعني المدربين. ف الى اي درجه الكلام ده ممكن يتحقق في مباريات مهمه وقويه؟ هل اللعيبه لازم يعني ينفذوا بحذافير كل حرف اتقال لهم من المدرب، ولا ساعات في الارض نفسها على ارضيه الملعب بتحصل امور ممكن تخرج اللعيبه عن الاطار العام المتفق عليه او عن الخطه الموضوعه مسبقا؟ عشان كده دايما المدير الفني احنا لازم نحسن اختياره علشان بيبقى قادر ان هو يسيطر على اللعيبه ينفذوا الكلام اللي هو بيقولوه. زي ما بتقول حضرتك، والمدير الفني لما بيعمل محاضره بيقول احنا هنلعب بالشكل الفلاني، فلان هيدافع بالطريقه الفلانيه وفلان هيهاجم بالطريقه الفلانيه. كل لعيب بيبقى بيضيف للكلام بتاع المدير الفني ملامح شخصيته. لما يبقى في واحد على واحد المدير الفني بيقول له عدي عليه، طلع انت عندك المهاره، فممكن انت زي علي معلول. علي معلول لما توصل في الثلث الاخراني عايزك تبص للحته الفلانيه، ممكن علي معلول يضيف على الكلام بتاع المدير الفني حاجه، لان هو عنده الموهبه وعنده المهاره ان ممكن يضيف على كلام المدير الفني. المدير الفني زي ما حضرتك بتشوف القائد الاوركستر بيبقى قدامه الكمانجات والحاجات دي وبيبتدي يشغل بايديه. المدير الفني نفس القصه، لما في واحد بيعمل حاجه شاذه بيروح على طول حاجه مش مظبوطه يعني، على طول بيروح راجع ويصلح. ده بينعكس على الفرق الكبيره لما يكون المدير الفني عامل السيطره دي على اللعيب. في فرق طبعا للاسف بيبقى
اللعيبه ما تربتش من صغرها على احترام المدير الفني. بص بقى، بمناسبه المدير الفني كابتن عادل، الصوره دي اعتقد اكبر دليل او هي بتتكلم لوحدها. يعني راي حضرتك ايه في ده؟ ودي مش اول صوره يتم فيها كده نوع من الحميميه بين يعني كابتن بيبو واللعيبه، دايما هو حريص ان هو يتعامل معاهم كاولاده فعلا. يعني طبعا ما هي دي، احنا حضرت انت الانتخابات ولا العيله؟ عيله النادي الاهلي، ما هو النادي الاهلي رئيس النادي هو الاب للعيبه والاب للناس كلها. وشفنا الجهاز كابتن سيد وكابتن سامي، وشوف اللعيب بيبقى حضنه ازاي، فده طبعا بيقول ان ده عيله. واتكررت النادي الاهلي، اتكررت مع قفشه، اتكررت مع مروان، اتكررت مع وليد سليمان، يعني اتكررت مع الناس او لعيبه كتير. ما كل اللعيبه، ما هو يعني ما فيش فرق بين لعيب ولاعيب، كل اللعيبه كل اللعيبه كلهم نفس المعزله، ان هم هو ده التيم، هي دي العيله. فرئيس النادي كمان بيبقى متواجد، بتحصل الالفه وبيحصل اهتمام، وخاصه لما بيكون نجم يعني وصل لمرحله كبيره، فاللعيبه دايما بتبقى واخداه قدوه وبتنفذ كلامه. احنا شفنا قبل كده لما لعيب يبقى عايز يجي النادي، فرئيس النادي بس مجرد مكالمه على طول بيجي. فدي طبعا دي حاجات كلها بتضيف للعيب. طب بيتسو موسيماني برضو، بذكر بقى هنا بنتكلم الجهاز الفني ورئيس النادي، علاقة برضو اللعيبة وبمنتهى يعني المجاملات، مش عايزين مجاملات حتى، من وجهة نظر كابتن طعيمة ازاي بتشوف علاقة موسيماني باللعيبة؟ لان اختلف فيها البعض، قال لا دي علاقة فنية فقط، اللعيبة بيحاولوا بس ان هم يثبتوا له قد ايه هم جيدين، والناحية الرأي الاخر بيرى بالعكس، العلاقة يمكن من افضل العلاقات اللي كانت موجودة بين فريق الاهلي ومدرب او مدير فني ليه، يعني وقارنوها حتى بمانويل خوسيه. فحضرتك رأيك ايه؟ الكلام ده انا قلته معاكم. موسيماني اول ما جه قال لهم هتلعبوا بالطريقة الفلانية، حصل ايه؟ حصل اقتناع وتنفيذ، مش اقتناع بس. قال لهم احنا بنلعب المقاولين العرب، هنضغط من تحت، وبعدين هنبدا يا شناوي وعلى مسؤوليتي ابدا من تحت، مش هتحط الكورة على 6 ياردة وتشوط وتبقى الكورة بقى 50-50، لا هنبدا الكورة من تحت، ولو هناك حصل خطأ ادى للعيبة الثقة اللي كانوا فاقدينها في الفترة الأخرانية. أيوة بالفايلر. صح. اقتنعوا بكلامه، نفذوا كلامه. احنا شفنا في ماتش ايه، شفت فرقة ما عدتش سائل الخط السنتر، شو 45 دقيقة إنبي ما عدش خط السنتر نتيجة الضغط القوي جدا، وبعدين بتستحوذ على الكورة في أقل وقت، وبعدين على طول بتشكل خطورة. في أحيانا البعض بيحاول يقول ينال من النادي الأهلي، هينال من النادي الأهلي إزاي؟ إنه يعمل فرق بين اللعيب وبين المدرب، بين رئيس النادي وبين المدير الفني، ودي احيانا بتنجح مع بعض الانديه اللي هي ضعيفه، اللي ما عندهاش اعلام قوي وما عندهاش مبادئ قويه زي ما هي موجوده في النادي الاهلي. صحيح. النادي الاهلي بيجيب مدير فني، كريم نهوان بيجيب مدير فني ما بيحاسبوش في نهايه الموسم. صح تغلط زي ما انت تغلط، بالعكس انت عايز ايه؟ عايز فلان هجيبه لك، عايز فلان هجيبه لك، كل الدعم في الاخر. في الاخر انا هحاسبك، انما ما اجيش بعد ماتشين ثلاثه اقول لك ده اللي بيدي الثقه في الناس. بس حضرتك بتقول حصل ايه؟ حصل اقتناع وتنفيذ، هو في مساحه لعدم الاقتناع وبالتالي عدم التنفيذ؟ يعني في علاقه المدير الفني باللعيبه يعني بشكل عام، سواء هو مدير فني مستجد انضم مؤخرا او بقى له فتره طويله مع اللعيبه، هو عموما في العلاقه الثنائيه دي في مساحه لعدم الاقتناع؟ يعني في مساحه ان اللعيبه يقول للمدرب لا احنا الكلام ده مش منطقي من وجهه نظرنا، ولا هم مضطرين ينفذوا؟ لا مش مضطر، لا هو بيقتنع. ليه بيقتنع؟ ان الراجل اللي بيقول له على حاجه هو محتاجها، هو محتاج الثقه دي. فايلر انا ياما اشدت بيه في الدور الاولاني، الدور الثاني، من ساعه ما جه انا يعني كنت حتى في القناه في الحاله للمباريات كنت بقول الراجل مش في حاله طبيعيه، في التشكيل، في التغيير، في كل حاجه كان بيعملها ما كانتش مظبوطه. انا لما بقتنع بيك على اي اساس؟ انت بتديني حاجه هي موجوده عندي، انت بتديهاني. صح. لعيبه النادي الاهلي ما تقدرش تبدا من تحت، دي ابسط حاجه في كره القدم. ان اللعيبه اللي عندك الكباتن الكبار دول ما قدرش الشناوي يبدا الهجمه من تحت ازاي؟ فانت الحاجه دي كان فاقدها. المدير الفني بيقول له حط الكوره وشوط، فين الجمل اللي انت بتعملها؟ النهارده الراجل بيعمل جمل في الكورنر، في الفاولات، بيعمل في البدايات، بيعمل الضغط. احيانا اللعيب لما بيحصل انه
بعدين هو طبعا الناس الشعب المصري كله والنادي الاهلي فوجئت بان النادي الاهلي بيجيب مدرب افريقي مش مدرب اوروبي. النادي الاهلي طول عمره بيجيب من المانيا بيجيب من البرتغال فطبعا بس يعني كان اختيار موفق زي ما احنا بنقول فعلا. كابتن عادل احنا كان معانا السؤال في السوشيال ميديا في بدايه الحلقه وكنا بنقول للجمهور العريض الاهلي وجه رساله للفريق طبعا قبل ماتش بكره وهو في المونديال. فبعض الناس والمشاهدين بيبعتوا ده جزء برضو عايز ادق حضراتكم ده جزء من اللي اتبعت عشان نقدر بس ان احنا نقراه. نبدا البدايه مع يا رب سترك ورضاك اسم الله صاحب الاكونت او الاكونت يعني بيقول اشكرك على الكلام الجميل وبيقول ربنا معاك يا اهلي وان شاء الله تكسب وتفرح قلبنا دايما اعظم نادي في الكون. ومجدي عبد الله بيقول كل التوفيق والدعم لاعظم نادي في الكون عندنا امل كبير كبير في لعبتنا والاهلي دايما معودنا ان مفيش صعب ولا مستحيل. شوف برضو من بعض الرسائل كابتن عادل معانا اسلام لومه بيقول ان شاء الله تشرفونا وتشرفوا الاهلي وتشرفوا مصر كلها انتوا قادرين على ان انتوا تصنعوا تاريخ وتفرحونا بالاداء العالي والمكسب ان شاء الله 11 راجل في الملعب قادرين على المكسب والاهلي حكايه حياه. شوف ده اصلا اسمه كده صباح الورد والجمال على اجمل ابتسامه من كريم ونهواند شكرا لحضرتك اللهم بحق من له ملك السماوات والارض وهو على كل شيء قدير ينصر الاهلي على الدحيل والبايرن. الجمال فؤاد احمد بيقول بالتوفيق والنجاح يا اهلي وطول عمرك صاحب الانجازات الكبيره لابد ان نحافظ على ترتيبنا بين فرق وصفوه العالم. احنا خدنا مركز ثالث ورابع في البطوله دي وهذا الجيل الحالي يستطيع عمل ما فعله الجيل السابق وبجداره ان شاء الله كلنا معاكم وتحيا مصر. وائل بيقول عندنا ثقه في الله وفيكم يا رجاله الفوز ان شاء الله. يحيى فوز الاهلي ان شاء الله باي نتيجه وانا متفائل خير للاهلي. أحمد الريان احتفلوا ببطولة غابت عننا لمدة 7 سنين عيشوا الواقع أنت ليس في حلم قدموا نفسكم لعالم نحن نثق فيكم. حلوة حلوة الرسالة دي على فكرة. أحمد يوسف إن شاء الله نفوز والتوفيق يكون حلفنا المهم نلعب بروح الأهلي وإحنا رايحين أبطال أفريقيا وهنرجع أبطال أفريقيا. أبو وعد بيقول ربنا معاكم يا أبطال وإن شاء الله نحقق الحلم وتفرحوا جمهور الأهلي. السيد البنا بيقول كونوا على قدر المسؤولية نثق بكم جميعا وإن شاء الله نوصل مكان بعيد في البطولة معاك يا أهلي. محمد محيي نثق فيكم يا أبطال كونوا على قدر المسؤولية كما عهدناكم دائما وكلنا معاكم وبنشجعكم والفوز لينا إن شاء الله. محمود المكاوي اللعيبة كلها رجالة وزي ما فرحتونا إن شاء الله بالأميرة التاسعة هتشرفونا في المونديال ودايما رافعين اسم مصر فوق. عايز أقول لكم إن يعني أنا فرحانة إن الناس بتبعتوا لأني متأكدة كمان إن كل الرسائل دي هتوصل حتى لو مش لايف هتوصل بعد كده على السوشيال ميديا لكل اللعيبة لأن هم كلهم عاملين فولو لقناة الأهلي فهو كده كده رسائل حضراتكم إن شاء الله توصل لهم. في البداية أحمد السيد بيقول شكرا لعيبة الأهلي منتظرين منكم المزيد بإذن الله. مروة محمد ربنا معاكم وبالتوفيق وإن شاء الله نحقق الفوز على الدحيل بنتيجة كويسة بإذن الله. خالد أبو جنات بيصبح علينا وبيقول إن شاء الله لعيبة الأهلي يشرفونا ويقابلوا البايرن بإذن الله. ومحمد المغربي بيقول إن شاء الله ربنا معانا وهنقدر نفوز على الدحيل وكمان تعملوا مباراة يشهد لها العالم كله أمام البايرن عندنا ثقة فيكم يا رجالة. مصطفى السيد على العهد يا رجالة زي أفريقيا خليكم فاكرين. معاذ محمد مستنيين أداء مشرف من كل لعيبة الأهلي إن شاء الله نتخطى الدحيل. أحمد خلف لن إن شاء الله ربنا معاكم العبوا لعب جماعي وبروح الفانيلا الحمراء. ومصطفى كرم إن شاء الله ربنا معاكم يا رجالة مباراة صعبة ولكن قادرين على تخطي هذه المباراة. صبري صبيح إن شاء الله نتمنى التوفيق والفوز والمحافظة على أنفسهم لأن هم أهم حاجة عند كل الأهلاوية ويا رب يرجعوا بالسلامة وإحنا كأهلاوية عندنا الثقة الكاملة لعبتنا والدعم الكامل لوالتر بواليا وان شاء الله ربنا يكون معاه في مباريات كاس العالم للانديه وتكون فتح الخير عليه وعلى الاهلي. واخيرا وليس اخيرا كيمو الاهلاوي بيقول اهم حاجه التركيز والعبوا من اجل اسعاد الجماهير العظيمه فالاهلي كيان يناديكم لتكتبوا تاريخ حافل لكم ولناديكم. كابتن عادل من يعني الرسائل اللي احنا قرينا جزء صغير منها واكد مره ثانيه عشان بس الوقت انا بعتذر لكن في كده روح مش فكره حد بيضغط ما فيش حد بيضغط من الجمهور على ابدا الفريق كل الجمهور بيدعم وفي نفس الوقت عنده ثقه وبيامل فدي برضو روح حلوه جدا. هو ده الشعب المصري. ايوه هو ده الشعب المصري. دي بالخلاصه هو ده الشعب المصري. انا مش عايز اضغط على اللعيبه برضو في بدايه كلامي انا قلت ايه البطوله النادي الاهلي رايح علشان يشرفنا فنيا وماديا وادبيا فبيلعب كويس النتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى بس انا هجتهد وبعدين بستفيد ماديا وادبيا ان انا العالم كله بيتفرج عليا فالثلاث حاجات دول النادي الاهلي وصل لهم
ان شاء الله هنكسب باذن الله تعالى. واحنا دايما متفائلين ان النادي الاهلي دايما لما بنروح مكان يبقى مشرف، وجمهور هناك اللي قابل الفرقه في المطار اللعيبه لا يمكن هتخذلهم، كل واحد هيبذل اقصى عرق ممكن طبعا علشان يحقق الطموح بتاعه. في نفس الوقت احنا يعني وصلنا للانجاز اللي احنا محتاجينه، عشان كده الكلام الجميل اللي احنا بنسمعه ده جمهور راقي. خلينا بقى نختم زي ما سمعنا رسالة الجماهير للعيبة النادي الأهلي، نختم مع حضرتك ورسالتك أنت الشخصية للعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني. أولا ثقتنا فيكم ملهاش حدود. صحيح. سواء الإدارة، الجهاز الفني، اللاعبين، الجمهور 80 مليون أهلاوي بيتفرجوا عليكم. أكتر بقى، أكتر دلوقتي زدنا. مو 80 في مصر. غير اللي بره في العالم كله. أكبر جمهور في العالم جمهور النادي الأهلي. يعني برشلونة هتلاقي كاتالونيا. صحيح في جمهور بره، بس اللي بيشجعك هنا 80 مفيش مليون. مفيش الأعداد دي. فثقتنا في الإدارة اللي هي موفرة كل حاجة. الجهاز الفني بيذاكر ليل نهار. اللعيبة محطوطين في كبسولة ما بيتحركوش، كل التركيز، كل الحب، كلنا أمل إن أنتوا إن شاء الله ترجعوا مرفوعين القامة، معاكم أقصى مرحلة ممكن توصلوا لها. أنا بتمناها من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نوصل مركز أول. يا سلام. مركز أول يبقى مركز تاني إن شاء الله. ربنا يسرع الحال. هتتفرج بقى الماتش فين؟ حضرتك المرة اللي فاتت قلت لنا بتحب تقعد لوحدك وتصحى كده. لا لا، في البيت، لأن دايما لما حضرتك بقى تيجي تسأليني أقول لك، أو كريم يسألني أقول في الحتة الفلانية أنا عجبتني الحته الفلانيه، الحته دي ما عجبتنيش، فيبقى كل تركيزي وقدامي ان شاء الله كل ما في المباراه يعجبك. وان شاء الله واللقاء لينا مع حضرتك بعد كده نتكلم من خلاله بقى عن احتفالنا بالفوز. وان شاء الله يوم الاحد الجاي باذن الرحمن نهاوند تبتدي الحلقه بجمله صباح النصر زي ما احنا متعودين، وزي ما الاهلي دايما معودنا باذن الله يا رب. وهنرجع نقول تاني معاك يا اهلي في الحلوه وفي المره، وعندنا ثقه، وده باين من الرسائل اللي كل جمهور الاهلي بيوجهها للعيبه بتوعه. باذن الله يرجعوا موفقين ان شاء الله. وكده حلقه نهايه الاسبوع، والاسبوع خلص بالنسبه ل 10 الصبح في الاهلي مع كريم ونهاوند. نشوفهم ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله على خير باذن الرحمن. يوم الاحد الجاي بدايه اسبوع جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. سلام عليكم.